ما عم يطلع من الدكان بلوب. لك لانه حس انه انتم عم تراقبوه، ايه ما بقى يدردر ولا يهوب برات الدكان، مشان ما يكشف عن حاله انه عاطل وماله منيح. عمي وين عم يروح بالنهار؟ ما عم بيروح لقرني، بس المشاوير يلي انا عم ببعته عليها. يعطيك العافيه ابو علي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمي هيك ناس بيكونوا اذكياء كثير، حاسبين كل حركه من حركاتهم وكل سكنه من سكناته. بتمنى ابو عناد ما يطلع مثل اللي ببالنا. والله يا عمي ابو صياح ما عاد ينعرف الصالح من الطالح. الفرنساوي عم يبخوا عمله خيرات الله بهالبلد لحتى يثبتوا حالهم، وصار كذا واحد بايعين حالهم للفرنساوي. الله يبين الحقيقه وما نوع بالمهالك. امين يا رب. ليش ما جبت عرب معك؟ والله عرب اليوم راح مع امه لعند سته، وما عم بحسن جيبه لانه كل شوي ابي عم يشقر على البيت عم ياخده معه. صاير في قبه شويره. الله يحميه ويبعث له ايام بيضة. لك والله رح يمزع عقلي فيه وحياطه. لك شبقك ملبك هون زبط لي هاي. شوفها. هلا اجل لي حقك لنوصل للبيت ينكر كرارك. شو بصمتك محروقه. سجين بردها شوي. ايوه هلا خالد خذوها. لك شو استوى ابو غالب هذا مع الزلمه رايح جاي رايح جاي. لك وانت ما خلصت؟ شلون البيت اللي اخذتك عليه ابو الطماي؟ ان شاء الله في شيء من اللي ببالنا؟ ما طلع معي شيء. نو؟ نو. غريبة. والله هالبيت كانوا ساكنينه اغنياء، بيقولوا فيه ذهب كثير. ايه شو مفكر هيك بهالسهولة؟ بيطلع اللي بدنا اياه يا ابو غالي؟ ليش شو بدها؟ بدها العدة تبع التحضير. عدة شو؟ خراط لازم اشتريها مشان اللي معي يدلوني على الطماير. وليش مو جايب العدة معاه؟ بلش. شبك ما عجبك كلامي طالع خلاق علي؟ هيك ما عجبني كلامك. شو مفكر شغلة لعبة ولا صغار؟ انا ما بعرف شغلك ابو الطماير. طلعت الطماير بدها مصاري، مصاري كثير يا ابو غالب. وطي صوتك لحدا يسمعنا. بدي اشتري غراض من عند العطارين. غراض شو؟ بخور هندي ولبان ابيض وزعفران ومسك وعنبر وتوابعه. لا ما بقلبك لشو كل هالشيء. وطي صوتك ولا تفضحنا. وليش بدي وطي صوتي؟ هاي شغلتي وما بسمح لحدا يتدخل فيها. ايوا. وقديش حقهم قشه لفه؟ 3 ليرات. ولي قديش بدها؟ حمل لك وطي صوتك. والله كثير يا ابو الطماير. بخور اللي انت غالي كثير، بس بيجي بنتيجه 100% والشغل تبعه سريع. ايه وهلا يعني شو بدك؟ 3 ليرات. ومنين بدي جيبهم هدول 3 ليرات؟ شوف ابو غالي، انا ما بشتغل بالدين وما بحط قرش واحد من جيبتي. تدفع لي مصاري بشتغل لك، ما بتدفع انت حر. طيب طيب رح اسوي لك كاسه شاي اكرك عشا، ولبين ما تخلص اعمل لك نظره على هالبيت، بلكي منلاقي شيء من اللي ببالنا منه. ايه طيب. لكان حط لي بطريقك كم زيتونه، كم مكدوسه، وكم دعبوله لبن، ها؟ يعني هيك من حواضر البيت، ما بدي غلبك يا ابو غالب. مو على راسي، احلى حواضر لاحلى ابو الطماير. بعت لي عبدو لعندي على البواكية، بدي بعته مشوار قريب. عبدو مهرب بالحمام، خذ غيره اخي. لك وينه؟ رح يجنني هالولد، كل ما بطلبه ما بلاقيه، مع اني امبارح نبهت عليه انه ما يطلع برات الحارة. خلي عينك علي لك يا ابو قاسم بهالولد ليكون عم يتفرطن هون ولا هون، بعدين بنخسره. اليوم المساء متى ما اجى ما رح حل عنه، لا اعرف وين عم يروح برات الحارة. سلام. سلام. السلام عليكم عقيد. وعليكم السلام ورحمة الله. شو صار معك ابو الطماير؟ ويلو ابو الطماير؟ لا حول ولا قوة الا بالله يكون فرق هذا. ابو الطماير؟ لك ابو الطماير؟ لك وينك انت؟ بسم الله. بيتك ما في شيء من اللي بدنا اياه. والله واحد شو عرفت؟ شو كنت عم ساوي انا؟ هات ابو الطماير. شلون بتعرف انه في من اللي بدنا اياه ولا ما في من اللي بدنا اياه؟ يا ابو غالب، البيت اللي فيه من اللي بدنا اياه. ايه بيكون فيه اشارات، علامات، دلالات. بيتك ما في ولا بصبوصة ضو انه فيه من اللي بدنا اياه. والله مزبوط، انا من جد جدي طفران. مثل ما عم اقول لك، بروح دور لي على بيت كانوا ساكنينه هالبكوات والبشوات، وشو ما طلع نص بالنص. ابو الطماير، شلون بقى البيت بيكون في تميره؟ شو الدلالات والاشارات اللي بتكون فيه؟
ابوك الله يرحمه عيش كان يوصف لي دواء استفدت منه تمام التمام. شو هو عمي ابو مرزوق؟ بعدين بالله شو يعني؟ القصة سر عمي؟ لا مو سر، بس انا ما بحب حدا يعرف شو عمي يوجعني. ايه؟ تصطفي ان شاء الله معافى. خلاص عمي متى ما خلصت حلقة هلا تعال عندي لهونيك ووشوشني عليه بإذني. ايه؟ ايه ايه هو هيك. وطي راسك عمي. ما صرتيها؟ ولا انت؟ لا صرت لا صرت ولا هي تعرفي رأخي اللي بدي روح تعمل قطة بتكون ماتت من جوعة. ايه رايحة معك. شبكي يابا شبكي يابا شو عم تعملي هون؟ امي وقعت على ظهرها يا ابي. طيب شو عم تحكي؟ دخيلك بوسيدك لحق شوف. وعي وعي خليني ان شاء الله شو في عنده بالبيت. بعده هيك؟ شبك؟ شو اللي صار معك؟ دخيلك لقى الولد يا ابو حاتم. ولكن ولد والمعفريت؟ انت شو صار معك؟ حس ظهري انكسر نصين. بوس ايدك يا ابو حاتم تروح تنادي للدايه بركي بتلحق الولد. ولك عندي قصوصة تضفرك بولاد الدنيا كلها. عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ اذا بتريدني بتروح بتنادي لأمسك بوس ايدك. بوس ايدك يا ابي بوس ايدك يا ابي بوس ايدك انشي ما بركي بتعطيها دواي طيبة. ان شاء الله خفي رجلك يا امزكي خفي رجلك. لك على عيني يا اخي ابو حاتم، انت سبقني تقبرني روح وهلا انا لحقتك، الله يملك اياها بالسلامه يا حق. خير خير ابو حاتم شو في؟ ابو حاتم يا ابو قاسم خير شو بقى؟ شو هالحكي؟ انا اجيت خبرك منشان اذا حبيت تبعت حرمتك لعند اهلها اخي. فوت لك ابو قاسم فوت شرب لك كاسه شاي. غير وقت اخي، السلام عليكم. الله معك. شريفة. نعم ابن عمي. تركي من ايدك ودكي بلايتك بسرعة. ليش ابن عمي؟ بدي وصلك شوي لعند اهلي. خير ابن عمي شو في؟ لا ما في شي، بس امك تعبانة مشان تروحي تشق عليها. ولي ولي علامتي عليك يا امي. دخيل الله دخيل الله على الوجع. دخيل اسمك يا رب يا رب يا رب دخيلك. يا رب يا رب تلطف بهالولد وفيه دخيل اسمك. موجوعة يا امزكي موجوعة موجوعة دخيلك يا ربي يا ربي لطفك يا رب. اخ يا مو يا مو على الوجع. شو يا امزكي؟ طمنيني هالولد دخيلك. يا رب تعرفي لنا اياها يا رب. يا رب داخلين عليك يا رب. يا ابي امي بدها تموت شي؟ لا يا ابي لا. لا يا ابي تعي تعي عندي لا يا ابي لا. الله يعافي لنا اياها يا ابي. افتحوا الباب يا ابي افتحوا الباب. الله خير عمي خير. شو صاير يا ابي؟ شو صاير مع امي يا ابي؟ مرت عمك وقعت من على الدرج على ظهره. ولي ولي على قد عليك يا امي. ما شاء الله ما صاير لها شيء عمي. ولا ما بعرف. مزكي عندها جوع عم تفحصها. يا ان شاء الله خير ان شاء الله. شو في امزكي؟ في شي الولد؟ يا رب لا تقوليها. بوس ايدك لا تقوليها.
الله يعوضك خير يا ابو حاتم. وام حاتم؟ ام حاتم تعبانه وبدها مين يداويها، يمكن مكسور فيها شيء. رب، انت متاكده يا ام زكي؟ انا هيك بين معي وما بقدر اعمل لها شيء. خاطركم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. روي عمي روي روي، قوم خلينا نشوف لنا مجبر. قوم الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله عمره ما صار بس محمص، ولا حدا اكل منه يا مو. نصيبي يا مو نصيبي. وهلا شو عم يوجعك تقبريني؟ ظهري حسسته مكسور، مالي قدراني احركه يا مو. يبعت لي حما عليك يا مو، يبعت لي قتل الهي. مالي قدراني احمل الوجع، مالي قدراني. وانتو ليش تركتوها تطلع على السطوح لحالها وهي بطلة خلقها؟ والله يا عمي ابو حاتم انا ما بعرف جبر، بعدين عدم مؤاخذة يعني هي بدها حرمة تجبرها. مين في عنا حرمة بتجبر بالحارة خالي؟ ما في حدا خالي، ما في حدا. اسأل امي خالي. روح انت اسأل عصام. اوام رقد. امرك. عمي ابو حاتم، يا عمي ابو حاتم، شو بفوتني على حرمي انا الثاني؟ ابو الروض الله يحن عليك، بدي اياك تنط على حارتكم وتجيب لي هذا الحكيم اللي جبته ديك اليوم لابو ابراهيم قبل ما يموت. لا عمي ابو حاتم، هذا ممرض ومو خرجوا هيك شغله. في بحارتي انا حكيم جديد ما صار له زمان جاي من فرنسا ودارس طبابه هني، كل اللي تداووا عنده عم يقولوا انه شاطر وبيعرف يداوي كل شيء. لك انا بسرعه روح نادي له لك رياض اوام. حاضر عقيد. دقيقة انا رايح معك. امشي امشي. انا بدي اروح معك. الله ينظر لك بالشفاء يا مرت عمي. بدك شيء يا مو؟ انا رايح. لا مع السلامة يا مو، الله معك. يلا امسكي يلا يلا تقبريني يلا. يبعت لي حمى عليها الولد اللي ببطنه مات من الوقعة. هلا المهم صحتها هي يا ام زكي. مبروك الله يا حبيب. زكي يا ابي زكي. يا مو الله يرضى عليك يا ولدي، احنا غلطة من عندك. ايه يا مو. تفضلوا يا بيك تفضلوا. يلا يلا تفضل حكيم تفضل. شريف شريف شريف. يلا يا بنات طلعوا حطوا على راسكم بسرعة، لا تنسوا تشقوا على اخواتكم الصغار. جيبوا لي غدا بطريقكم. ممكن تساعديني يا حجة بفحص الست ام حاتم؟ والله أنا ما بعرف يا حكيم. مين ممكن يساعدني بالفحص؟ إذا بدك أنا بساعده يا بي. إيه إيه يا بي إيه، فوتي شو علي فوتي. امسكي لو سمحتي. دخيل كول. حطي السماعة على البطن لو سمحتي. على القلب. تفضلي خالد تفضلي. السلام عليك. طمني حكيم. خير ان شاء الله. بس في عندك كسر بالحوض. يا لطيف. بس صغير. شو يعني؟ يعني بدها راحة طويلة. والولد الميت اللي ببطنه شلون بدنا ننزله؟ أعوذ بالله، مين قال الطفل ميت يا سيد أبو حاتم؟ يعني الولد اللي ببطنه مانو ميت؟ حالة جيدة جدا. الحمد لله الحمد لله. الله يبشرك بالخير يا رب، الله يبشرك بالخير. أنت متأكد إنه الولد مو ميت حكيم؟ طبعا يا حجة. يو
غريبة، شلون بين معي إنه ميت؟ تفضل حكي، تفضل، تفضل. يلا يلا. لازمها استراحة طويلة يا سيد أبو حاتم. قديش يعني حكي؟ يعني أقل شيء بدها 40 يوم. يا لطف الله، ماشي، المهم إنها طيب. واللي بدي إياه منك إنه من هون لعشرة أيام ما تتحرك بنوب، يعني ظهرها ما تحركه أبداً. أبداً، خلص تقعد وما بتتحرك. وأنا هلا عم بكتب لك على شوية أدوية، بتروح عند الفرمشاني وبتجيبها من عنده. على راسي، كلهم بجيبهم. وبإذن الله بيقول لك شلون بتستخدمهم. ماشي. والبيض والحليب ما بينقطعوا من عند بنوبها. أعوذ بالله، إذا بتطلب لمن العصفور بجيب لها إياه. تشرف. الله يسلم ايديك ان شاء الله بالشفاء. الله يبارك فيك. حكيم حمزه، امرني سيد ابو حاتم. انت وين دكانتك؟ يعني وين بتشوف الضعف اللي بيجوا لعندك؟ انا ما عندي دكانه، انا بداوي مرضاي عندي بالبيت. طيب شو رايك تجي لعنا على الحاره ونلاقي لك دكان وتقعد فيه على طول؟ انا بناسبني بيت شغله غرفتين. عنا بيت فاضي وطلبك. يا ريت يا سيد ابو حاتم. خلاص، من بكره باذن الله بتيجي لعندي بورجيك اياها، ان شاء الله بتعجبك. باذن الله، بكره انا واغراضي كلها عنكم. ايه معلمي؟ عود لشوف. اه؟ عمل لك عود. ايه على عيني. مور معلمي. بدي اعرف وين عم بتروح وشو عم تساوي برات الحاره. قلت لك معلمي، قلت لك عم روح اتسلى عند رفقاتي. ما فاتت لمخي عبدو، ومالي مصدق ولا كلمه من اللي عم تقولها. الله يسامحك يا معلمي. يعني أنا كذاب؟ إيه، عيونك عم تقول إنك عم تكذب علي. بقى اعترف وقول وين عم بتروح وشو عم تساوي برات الحارة، أحسن ما أغضب عليك. قالك عبدو، بوس إيدك يا معلمي، لا تغضب علي، بوس إيدك. لا لك، قال لي وين عم بتروح؟ أنا عم أشتغل. عم تشتغل؟ إيه عم أشتغل. وأنا شو مقصر عليك لك عبدو؟ الشهادة لله انك مانك مقصر علي بشي يا معلمي. لك ليش عم تشتغل؟ مشان صمد مصاري واتجوز بنت الحلال. ولك انت اهبل ولا عم تهبلها؟ شو صاير لك عبدو، جانين؟ ليش معلمي جانين؟ ليش؟ ولك ما قال لك العقيد ابو شهاب انه هو رح يتكفل بجوازتك؟ بلا قال لي. وليش ما رضيت تاخذ بنت ابو ايوب الكندرجي اللي قال لك عليها الشيخ عبد العليم؟ قلت لك يا معلمي بدي صمد مصاري. ولك انت ما بتفهم. لك عم اقول لك العقيد ابو شهاب بده يتكفل بكل شيء من جوازته. يكتر خيره، بس انا ما بدي حدا يساعدني، بدي اتجوز من كد يميني وحرق جبيني. شو عم تقول عبدو؟ مثل ما قلت لك معلمي، ما بدي حدا يساعدني، لا جنابك ولا العقيد ولا اي حدا بالحاره. انا بدي اتجوز من حر مالي. ايه مثل ما بدك يا عبدو. ومن بعد امرك معلمي، بدي اياك تسمح لي روح بالنهار على شغلي. ايه رح اسمح لك، روح على شغلك هلا. كتر خيرك يا معلمي، كتر خيرك. والله وعبيت عيني يا عبدو. ابن عمي، شو جيب لي مرجوحه لبنتي سعاد. بدك مرجوحه؟ ايه ابن عمي، الله يخليك. ايه؟ بس مو لسه بكير على المرجوحه درتي؟ لا مو بكير درتي. ليش بدك المرجوحه؟ مشان تهزلها. ابن عمي، ابن عمي ما عم تنام منيح. من صوت ابقابك الرايح جايه بالاوضه لطفيه. الله وكيلك يا ابن عمي، اهلكت وانا اخذتها وحاملتها بارض ديار. خليها تشلح الابقاب، بتنام البنت. لك انت ما عدت تسكتي وليه؟ وليه بعيني؟ سدي حالك يا قطع عمرك. بس انت وياها عم تتخانقوا قدامي؟ مالك سامعه شو عم تلعي معي؟ العي تلعي قلبك لطفيه. سكتي هدى، يلا روحي على اوضتي. وانت الثانيه روحي شوفي بنتك خلصيني. لك انا شو اللي عترني وتجوزت التنتين؟ اه شو؟ سديتوني نفسي، الله يسد نفسكم. شو الحكي؟ اي والله يا اخي هيك قال، وقال ما بده حدا يساعده، لا انت ولا انا ولا اي واحد من الحاره. والله والنعم من هيك شب. يا هيك القبضايات يا بلا. بس نحن ما رح نتركه. والله يا ام زكي عم بتعب بشغل هالبيت، بدي مين يساعدني؟ ومعتز مو رضيان يتجوز. شو شغله على كيفه؟ خليه يشفق على حالته. وينك ام عصام؟
شفت لك بنت البغجاتي شو حليانه، شامطه طول وجمال وصحه. سمينه؟ لا شو سمينه، انت الثانيه صحتها حلوه، لا عصاية طقي ولا مدبدبه دبدبه، ما شاء الله عليها ملفوفه لف. ايه الله يبعت نصيبها يا حق. شو الله يبعت نصيبها انت الثانيه؟ يعني الله يبعت لها عريس ام زكي. لكان ليش لي ساعه عم باخذ وبعطي معك مشان دعواتك انا؟ لكان شو بدي اقول؟ قولي اتكلنا على الله وبكره بروح انا وياكي بنخطبها لابنك معتز. لا معتز؟ ايه معتز. شو بو حاجته عزوبيه؟ يا ريت يا ام زكي يا ريت، بس الولد ماله رضيان يتجوز. ايه علينا، لك والله ما كنا هيك. امتى كان الولد يتأمر على امه وابوه ويقول بدي وما بدي؟ لك مو هيك القصة يا ام زكي، انت بتعرفي انه معتز محتم رأيه وما يتجوز قبل ثانوية ابوه. ايه ما بصير، لازم تفرحي فيه وتجيبي كنة تساعدك بالبيت، لانه يا حصلتي صفيتي لحالك. بدك شي مني؟ انا رايح اشق على ام حاتم. بليلة بليل اكل الشحري، واللي بياكلها من عند ابو غالي بيرفرف وبيطير. مرحبا ابو غالي. اهلي اهلي بدر. يا ريان احمر يا ريان. مرحبا برزو. لين ابو بدر؟ الله يخلي لي اياك، بدي تشكيله خضره، حط لي كل شيء فيه من عندك. شو بدك يعني؟ مرتي بدها تطبخ خبيصه. يعني الطباخ روحه. لا لا خبيصه، قالت لي جيب لي بطاطا وكوسه. ايه ايه خلص فهمت عليك شو بدك. خلص خليني اياك. الله يحن عليك يا مسلم، من بكره بتمرق لعند بستان ابو مرعي بتجيب لي كل يوم دبيه حليب 10 بيضات. على راسي معلم. هذا شغلك كل يوم؟ ها انا بامره. وبتمرق بكره لعند ابو سعيد بتجيب رطلين حلاوه طحينيه، وعلى الفرن بتجيب 10 طرطال خبز وبتوزعهم على الفقراء. ليش هدول معلم؟ شكر لله تيسر على شغلك. شكرا معاكم. شكرا لله. عمو ما صار دوري، تاخرت على بيت اهلي. انسى اخي انسى مشان الله انسى. في شو صار؟ رحيل حرسك في الحد الفردة. خبر ابو شهاب بس شو بتروح معلم؟ رح من فرس تطير. ابو خالد اقرا ارضك، لقي الطريق يطلع من السوق بسرعه. يا حريم حاني اثنين من التمين فاتوا على الحارة عم يقصوا على الفرنساوية، والفرنساوية لحقوا عم يقصوا عليهم. يا لطيف وسكروا باب الحارة عقيد. مين؟ الدرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. شو نعمل شيخنا هلا؟ روحوا خبروا المخفر يا شباب. أنا بروح بخبره. لا خليك عمي أبو حاتم، أنا اللي رح خبره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حمد الله عليك. لا قوة إلا بالله. شو عم تقول؟ الفرنساوي قتل ولد ورجال بحارتنا. ونحن شو دخلنا؟ شلون شو دخلكم؟ مين بده يسلم الميتين لأهليهم؟ مو أنت رئيس المخفر؟ بالله شو؟ بدكم يانا نحن روح نسلمهم لأهليهم؟ لكن مين بده ياخذهم نحن؟ هي شغلتكم سيدي شغلتكم. وانتو بتعرفوا أهليهم؟ وشو بيعرفنا مين هنين؟ عم أقول لك الرجال والولد من برات الحارة، أنتو لازم تعرفوا مين هنين وأنتو لازم تسلموهم لأهليهم. نوري اجمع العناصر بسرعة. حاضر سيدي. أنا سابقكم على الحارة. يبنيني بحمة وقتل ولا مثل الوردان مفتحة يا حصن. الله لا يوفقهم على هالعملة. الله يصبر أهله يا حق. آمين. وشو عمل أخي؟ مجتمعين هلأ كلياتهم عم يستنوا أبو جودة مشان يسلموه لأهليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالمصيبة. يا ريت حدا يجي ويطمني شو صار بالحارة ويخبرني على أبوكم. روح على يا مو. لا يا مو لا لا تروحي، بس خلي واحدة من اخواتك الصغار توقف على الباب وتسأل حدا مارق شو صار وتعي خبريني يا مو. حاضر يا مو. يا فادية يا سحر، واحدة منكم تنزل اوام. رحمة الله عليه. ما عرفتوا لمين هالولاد؟ بعده هيك يا رئيس المخبر. شرب سيدي شرب. بعدك يا تعال ورا تعال ورا تعال. شو اللي صار يا ابو شاب؟ شوفت عينك. مين اللي قتله؟ الفرنساوي يا ابو جودات. وشلون قتلهم هيك يعني من دون سبب؟ شو جاي تحقق معنا قلنا يا ابو جودات؟ شو يا ابو شاب؟ بدك يعني اخذ الولد والرجال يلي ماتوا هيك من دون ما اعرف شو الاسباب؟ قلنا لك الفرنساوي اللي قتلون. شو ما عم تفهم علينا ابو جودات؟ عندي ضبط بدي كمله. ولا بدك يعني اكتب شلون ما كان يعني؟ بدي اعرف مين هدول وشلون فاتوا على الحارة ومين هني اللي عنا. قلنا لك يا وخلصت بقى. بدي اعرف مين هني. بدك تكمل تحقيق يا ابو جودات والقتلة سايح دمه بالاراضي. وانا راح كمل التحقيق هون. هلا نوري بياخدهم. خدهم يا نوري. يلا نشوف. حملوهم على شي تنبر وخدوهم على المستشفى. شرفوا على المضافة. نعم يا عمو. شو صاير بالحارة يا عمو؟ الفرنساوي قاتل رجال وولد غريب عن الحارة يا عمو. ومن هات الرجال؟ كمان رجال غريب عن الحارة. ايه ابا شي؟ ما بتعرف الولد ابن مين؟ أنا بعرفه من حارة الماوي، بس ابن مين ما بعرف. ايوه. وشو اللي جابه لعندها؟ لا بس كان يجي يشتري الخبزات من عندي. شو هالحكي؟ ليش بحارتهم ما في فرن؟ شو بيعرفني؟ بركي كان مسكر فرنه. مسكر. ماشي. اكتب يا ابني. الولد غريب عن الحارة، وهو من حارة الماوي، وكان يجي لعند فرن أب بشير مشان ياخذ الخبزات، لأسباب لا نعلمها. والرجال يلي مات، في حدا منكم بيعرفه؟ ما حدا عنا بالحارة بيعرفه. يعني ما حدا شافه شي مرة فايت طالع لعند حدا من هذه الحارة؟ لا حدا شافه ولا منعرف عنه شي منوب منوب. ماشي. اكتب يا ابني. الرجال مجهول الهوية لأنه ما حدا بيعرفه، ومثل ما ادعى أهل حارة الضبع إنه ما حدا شافه بنوب بنوب. خلصت تحقيق أبو جودة؟ لسه. شو لسه في عنده؟ رح يضل التحقيق مفتوح، ما رح سكروا بنوب لحتى يجوا اهل الميتين ويستلموا امواتهم ويطلع التقرير من المستشفى ونعرف شو اسباب الوفاة. السلام عليكم. قوم يا ابني. فهمني يا بشير، شو اللي صار؟ والله يا عقيد الشغله بتحط العقل بالكف. من لحظه ما فات الفرنساوي ورا الثورجي ما عاد عرفت من وين صار يطلع الضرب عليهم. لك افوت. لك شو بدك مني؟ لك افوت بقى. بدي لحق روح اسمع
شنو البليلات بعد المصيبة اللي صارت بحارة الضبط؟ اللي مينو هذا رايح جاي انت وياه بالحارة؟ مشان شو؟ مو مشان شي، بس بدي اعرف مينو هذا. اشي ما بيخصها. ما بيخصني لك ابو غالي؟ لا ما بيخصها. يعني ما راح تحكي؟ لا. ايه تصطفي. اليوم ابو النار راح يعرف مين اللي حط الملح الانجليزي بعجنة فرن ابو بشير. وبتعملها ابو الحكام؟ وليش لحتى ما اعملها؟ اه يا خاين اه. اه يا ملعون اه. لك يا حوينة الخبز والملح اللي اكلناه سوا، شوفوا لا، يا بتقول منو هاد يا بتحمل حالك وتطلع من الدكان، واليوم ما بتلاقي ابو النار الا فايت لعندك وعلى سفق ورقع فيك. من شان الله لا تقول له يا ابو الحكم، شان الله. لك انا احكي منو هاد وشو لك شغل معه؟ لا احكي لا احكي. بس مشان الله خليه سر بيناتنا. خلص احكي، لا يكون لك فكرة، بير ماله قرار. نعم سيدي. نعم سيدي. سيدي صاروا بمستشفى الغربة. سيدي نحن وقت وصلنا على الحارة كانت خلصت المعركة. ما عرفنا لا مين القاتل ولا مين المقتول. نعم سيدي. حاضر سيدي. أنا بأمرك سيدي. على راسي. أهلين سيدي، الله معكم، مع السلامة. شو سيدي؟ نروح على حارة الماوية ونخبر أهل الولاد؟ لا يا نوري، لأنه لسه التعيين المستشفى ما خلاص ولا عندي. شلون لسه ما خلاص سيدي؟ لأنه بدهم يشرحوا جثة الولد والرجال لحتى يحددوا شو أسباب الموت لكل واحد. بعدين أنت ما سمعتني، مع مين كنت عم بحكي هلا؟ مع مين سيدي؟ لك مع الداخلية يا بني آدم. شو؟ عم تشتغل على الهسي انت وياه ولا ابو غالي؟ بكره بتشوف بعينك وبتسمع بإذنك. لما بيصير معي ذهب كتير رح اشتري لك احلى دكان بقلب حارة الضبع. مو بس هيك، يمكن اشتري قهوة ابو حاتم او الحمام تبع ابو قاسي او الفرن تبع ابو بشير، ولا الا رح اشتري دكاكين حارة الضبع كلياتها وشغل لك ابو حاتم وابو بشير صنعية عندي. ايش كل هالقد؟ لك واكثر. لك هذا ابو الطماير زلمه عتيق وعلى كيف كيفه، بشم ريحه تميره شم وبيطالعها من قرنتها على اهون سما. لك هذا بيطالع الابره اذا كان كوم قش. يا سلام. وينك ابو الحكام؟ اذا شكيت في قرنه فيها تميره بس قل لي عليها، انا وياك شراكه نص بالنص. مشي. ما قلت لي شو صار ببيت عمه ابو النار؟ اليوم المساء الدلال رايح لعند العقيد ابو النار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين صغري. عم بتسياح عربي طلع عندك شيء؟ لا ما اجى لهون. لك شلون ما اجى لهون؟ خير. لك طلع من الصبح ولهلا ما رجع. وين راح الولد؟ بعته امه لحتى يجيب خبز ولهلا ما رجع. عم اقول لك ليه راح يجيب الخبز؟ من فرن العماره انا بجيبني هنيك، رحت سالت عنه قال ما شافوه بنوب. ابو علي. يا ابو علي. مور مختار. خد الشباب وروحوا دوروا على عربي بسرعة. ايه بأمرك. وين بده يكون راح يعني؟ وين؟ صلي على النبي. لك وين قل لي بس وين بده يكون راح؟ صلي على النبي يا صهري، الولد إلا يرجع وين بده يروح؟ عود ارتاح ارتاح اطمن. الله يتلطف فينا بجاه الحبيب محمد. يا رب دخيلك فضائل كله والله أحد. بتلفوا كل حارات الشام، حارة حارة. ما بترجعوا حتى تلاقوه. يلا سوا قولوا الله، ونحن ما معاكم. وطش وطيح وطاح، ضرب من هون ضرب من هيك، وانا واقف في دكان برزوق والضرب شغال برا. ولولا لطف الله لطف الله من عنده اجت البطيخه بالميزان قدامه مني، ولا كنت راحت برصاصه على بلاش يا فوزيه. خلصت ابو زيد الهلالي، انا شو بدي اطبخ اليوم؟ والله ما بعرف شو بدك تطبخي، كله طيب من بين ايديكي. روح اشتري لي خضره جديده، هي البندوره ما عاد تزبط لا للمرت ولا للطبخ. يلا قوم ارجع مره ثانيه على الحاره. اي والله بدك ترجع مره ثانيه على الحاره. يا ربي شو بدي ساوي بحالي؟ لك يلا بس رجعت على الأدب الأول جديد، دكانة مرفوعة عبس التعفيس، ما بدي روح. ني إن شاء الله بروح تعفيس على الجواز اللي تجوزتها. إنه شو هالعشية هي مع مرتي فوزية؟
يا ربي تخلصني منه وتبعث لي وحده. وضاي شفت لنا شي ولد ضايع؟ لا اخي ما شفت. اساسا نحن عنا هون بالحاره ما بضيع اولاد صغار. اذا بدكم روحوا دوروا عليه بحاره ثانيه، لا تعصبوا حالكم هون، روحوا من هون من هون. يا اهل الحاره، يا اهل الجيره، يا سامعين الصوت، عرب ابن العقيد ابو عرب ضايع، اللي شافه او سمع عنه شي يخبر المختار ابو سياح. شو ما لقيتوه؟ بتروحوا بدلك شو ما ردكش عليه؟ تحركوا! ابن العقيد ابو عرب ضايع، اللي شافه او سمع عنه شي. Restez, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez vu ces rapports, monsieur? Montre. Rendez-le à l'hôpital et qu'on leur écrive, là-dedans, que les balles et l'arme utilisée sont allemands. D'accord? Entendu, monsieur. Dégagez. شرف عمي، شرف. ميت اهلا وسهلا، يشرف عمي. تفضل. يا ترى شو بده هذا ابو نصوح؟ يا اهلين بعمي، هيك كترنا زياراتك، انت مريحة المرحوم ابي. انت بتعرف شو اللي بهذا البيت؟ انو بيت عمي؟ البيت اللي ساكن فيه هلا انت. ما فهمت عمي ابن صوح. شوف يا ابني، انا لسالي حصه بهالبيت من ورثه المرحوم جدك الله يرحمه. لك حصه بهذا البيت؟ اي نعم. لما تصافينا من ورثه جدك انا وابوك الله يرحمه، تصافينا على كل شيء الا على هذا البيت، على اساس يعطيني حصتي بعد شهر. وصار اللي صار يومتها، انسرقوا الذهبات وتاجلت الشغله لهلا. وهلا صار وقتها، وانا بدي حصتي من بيت ابي. بس عمي انا بعرف انه ابي اشترى من كل اخواته. اشترى من بنت وحده، بس انا ما اخذت حصتي. ايوه، وقديش هي حصتك؟ نص البيت يا ابراهيم. قديش؟ نصه. انا اشتريت من بنت وابوك اشترى من بنت، وهيك بيكون نص البيت لابوه ونص البيت لالي. شلون هيك عمي؟ لسه في عمتي فكريه وشكريه، ابي اشترى منه. لا لا لا، هدول سامحونا بالورثه تبعهم. وكيف سامحوكم اذا ابي شاري منهم؟ عماتك سامحونا بالورثه قبل ما يموتوا، شو انت بعد تفهم؟ بس ابي قال زمانه انه شاري منهم عمي. يعني انا كذاب يا ابراهيم؟ حاشاك عمي حاشاك، بس انا اللي بعرفه انه ابي شاري منهم حصص ودافع حقها. اذا عندك شيء اثبت وجيني اياه هلا. رح ادور لك بين اوراق ابي الله يرحمه. دور، وانا بدي حقي بسرعه ولازمني مصاري. حاضر عمي حاضر. روحوا الطريق. يلا يلا شرف عمي. امتى اجي لعندك؟ بكره عمي، بكره. بكره الصبح انا عندك، يا ريت تكون جهز المصاري. يا اما انا بعطيك حق حصه ابوك بصير البيت الي، يا اما بتورجيني حجه البيت. مفهوم عمي؟ مفهوم عمي. خليك. اوعك اوعك سلو يا امو، ابوك دافع حق كل اخواته البنات واعطيهم حصصهم كامله، وانا شاهده والله شاهد علي وعلى ابوك. طيب يا مو اثبات، في عنا اثبات عمي، بده اثبات. في اثبات ولا ما في؟ انا بتذكر انه ابوك وصمن على اوراق لكل اخواته البنات. اوراق؟ وينهم هدول الاوراق؟ بالصندوق تبع ابوك. تبعتي حمى علي، هلا بتكون امه قاعده على نار وعلى قلبي ان شاء الله. شو امي؟ لقوا العربي؟ ما لقوا، فتروا عليه الشام حاره حاره وما لقوا له اثر. ولي على قلبي ان شاء الله، يبعث لي ضربه عليه وعلى امه. يا رب يا رب ترجع لها بالسلامه يا رب. نعم سيدي. حاضر سيدي. انت بتقبر على راسي سيدي. الله معكم سيدنا، مع السلامه مع السلامه.
نوري لك يا ضراب السخن يا نوري. نعم سيدي. اسمع، بتروح على حارة الماوي وبتاخذ معك اربع عناصر وبتدوروا لحتى تتعرفوا على بيت هذا الولد المقتول، بتاخذهن على المستشفى وبتسلمهن الجثه وبتجيب لي من هنيك تقرير الطبيب. حاضر سيدي. اسمع. نعم سيدي. ما بدي من ورا ظهري ترى التقرير. اعوذ بالله سيدي، امرك. وينك؟ نعم سيدي. بس تتعرف على اهل الولد المقتول ما بتقلن وين هو لحتى يشوفوهن بالمستشفى. نعم سيدي. مهمتك بس بتوصلن على الطبيب المختص وبترجع لهون، فهمان؟ فهمان سيدي. تحرك. نعم سيدي. حاضر سيدي. انت بتقبر على راسي سيدي. الله معكم سيدنا، مع السلامة، مع السلامة. نوري لك يا ضراب السخن يا نوري. نعم سيدي. اسمع، بتروح على حارة الماوي وبتاخذ معك اربع عناصر وبتدوروا لحتى تتعرفوا على بيت هذا الولد المقتول، بتاخذهن على المستشفى وبتسلمهن الجثة وبتجيب لي من هنيك تقرير الطبيب. حاضر سيدي. اسمع. نعم سيدي. ما بدي من ورا ظهري ترى التقرير. اعوذ بالله سيدي، امرك. وينك؟ نعم سيدي. بس تتعرف على اهل الولد المقتول ما بتقلن وين هو لحتى يشوفوهن بالمستشفى. نعم سيدي. مهمتك بس بتوصلن على الطبيب المختص وبترجع لهون، فهمان؟ فهمان سيدي. تحرك. ايوه هيك احسن شيء، ما بدنا الناس تفش خلقها فينا، نحنا ما دخلنا. هاي شو الورقة يا مو؟ هاي سند تمليك الدكان يا مو. وهي يا مو؟ هاي ورقة بيع أرض ديوان لعمي ابن صور. مزبوطة، هاي أبوك فرغ له إياها بدل أرض عين خضرة تبع سكة القطار. وهي شو ابن عمي؟ شلون يعني ما لقيتوه؟ لك شلون يعني ما لقيتوه؟ راح تعتى من عينه ما لقيتوه. الله وكيلك يا عقيد، السبب ما خلوا ارني ما دوروا فيها ما لقوه. لك شو يعني؟ عمي شو يعني؟ الولد ضاع؟ ضاع الولد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندكم بالمغفر ولد ضايع؟ أنا جاي أسألكم، في لك ولد مفقود؟ وينه ابني عندكم؟ ابنك مفقود؟ يعني لقيتوه؟ وينك أنت يا رجل؟ نحن عم ندور عليه. لك ابني، ابني عربي لقيتوه؟ امشي معي، امشي لسلمك يا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله على سلامته يا مختار، الحمد لله على سلامته. أبو علي دير بالك على المضافة، أنا رايح لعند بنتي منشان طمنها إنه لقوا لها عربي. ولا يهمك ولا يهمك. ألف الحمد لله يا رب. هيبان الحق مرت عمي. هلا عمي ابو نصوح ما عاد له حكي معي منوب، رح ارجي انه ابي شاري حصص كل اخواته البنات ودافع لهم مصاري كمان. يا مو انا قلت لك انه بعرف كل شيء عن ابوك. الله يرحمك يا ابي، شو كان حريص يثبت كل شيء بالورقه والقلم. اهلين 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 حكيم حمزه. شلونك سيد ابو حاتم؟ الله يخلي لنا اياك، محسوبك. تفضل تفضل. شلونك سيد ابو حاتم؟ والله لساتها عم تتوجع يا حكيم، امبارح يا حرام ما نامت طوال الليل وما عرفت شو بدي اسوي لها. لانه الكسر تبع حوضها برد ولازمها بعض المسكنات لحتى تقدر تصبر على الوجع لبين ما يلحم الكسر. ودخلك المسكنات في معك منها؟ جايبهم معي يا سيد ابو حاتم. لكان بمعيتك بركي بنروح بنعطيها اياهم. ايه على راسي. تفضل. شرف حكيم. يلا شرف سيدي شرف. تفضل. شلونك يا ست ام حاتم؟ لساتني عم بتوجع يا حكيم. ومنين الوجع بالتحديد؟ من سفن ظهري. وشو حاسه بالوجع؟ حاسه مثل زيخ النار يا حكيم. خير ان شاء الله. ممكن يا سيد ابو حاتم نادينا لبنتك المصونه تساعدني بالفحص؟ يا على راسي. حميده حميده
نعم يا أبي. حطي غطاك على راسك وتعال عندي. ايه على عيني يا أبي. يا مو خد هاي الطنجرة اللي عن جارتنا أم ممدوح وقلنا أنه مو صفيان عندها غيرها، وشو بتدفع لك حقها؟ جيب المصاري وتعال أمام. ايه يا مو. حاضر يا مو. ايه ابن عمي. ليش بعت الطنجرة نحاس؟ صارت قديمة واهترس فلو مو محرزة تتبيض، بعدين ما عاد لازمتني صغيرة ونحن ما شاء الله صرنا عيل. انتي عم تبيعي اغراض البيت ما هيك؟ يا باطل عليك يا أب سليم، يا باطل لك أخس على شرفك وناموسك. غراب بيتك عم ينباع قدام عيونك وانت عم تتفرج. لا لا، بدي قوم اشتغل، ولو بدي اشتغل بتعزيل السياقات. بدي تتحملي الوجع شوي يا ست أم حاتم. حاعطيكي هلأ دواء إضافي بتاخدي منه بس لما يكون الوجع قوي. لما يكون الوجع خفيف فلا تاخدي منه أبدا. ليش حكيم؟ لأنه الدواء اللي بدي أعطيها إياه مفعوله قوي وممكن يأثر عليها. لا ما بده يأثر عليها. هذا الدواء يا أنسة عبارة عن مادة جافة، بتحطي منه ربع معلقة شاي صغيرة بكاسة مي وبتعطيها للست الوالدة مرتين يوميا، ولما بيكون الوجع قوي فأعطيها مرة إضافية. يستمو إيديك حكيم. خيابي الدواء بيتاخد بنظام طبعاً. لكان لكان إن شاء الله معافي. خد لي طريق إذا بدك. تفضل تفضل حكيم شريف. يلا يلا. يا مو حبيبتي. نعم يا مو. دخيلك يا مو، أعطيني من هالدواء الجديد. على عيني يا مو. يلا حجيب معلقة وشي. علي حكيم. أهلين بنسلم. مرني حكيم. أنا ياسر أبو حاتم، بحاجة لبنت لتساعدني بمعالجة النساء، وبنتكم ما شاء الله ولا فهمانة وواعية، بتقدر تقوم بكثير من عملي إذا تعلمت التمريض. وهي الشغلة شو بدها شهادات؟ بدها سيرتيفيكا، بس بما إنه بتعرف تقرأ وتكتب، فأنا بحطها بدورة تعليمية لمدة 6 شهور، وبتطلع من بعدها بتعرف تضرب أبار وتعالج بعض الحالات المرضية. ليش لا؟ وأنا مستعد لها قد ما كلفت تكلف. الدورة ببلاش، وأنا بوعدك إنه يتوصوا فيها كثير. وأنا جاهز حكيم. معناتها أنا من بكرة بنزل عند الطبيب أستاذي يلي تدربت عنده وبعرض عليه فكرة المستورة بنتك مشان تدريبها. يا ريت تأجل لي إياها شوي لبين ما أم العيال تصير تقدر تمشي على رجليها بدون ما تساعدها. ساعتها أنا براسي بيجي لعندك وبقول لك مشان الدورة. لا تأكل هم سيد أبو حاتم، إمتى ما بدك أنا جاهز لخدمتك. ممنون فضلك حكيم. إيه عمي أبو حاتم. معلي شوف العيادة اللي بدي أستأجرها هلا قبل ما أجيب أغراضي. لعيونك. يسلم لي هالوش، يسلم لي هالوش يا أبي. بتحبها ابن عمي؟ لك إيش بحبها؟ لك هاي سعاد صغيرة. مين بتحب أكتر ابن عمي؟ أنا ولا هي؟ هلا شو دخل سعاد صغيرة فيكي؟ هلا قلي مين بتحب أكتر أنا ولا هي؟ أنتو التنتين. طيب إذا طرتي حبلت وجابت لك صبي، مين بتحب أكتر ابن عمي أنا ولا هي؟ هلا هذا الحديث بكير عليه بكير. يعني بدك تحبها أكتر مني ابن عمي؟ لا، أنت الأصل للطوف. لسه ما عرفنا إذا سلموا للصبي لأهله ولا لا. حكيم، مو لازم نروح ناخذ بالخاطر؟ من كل بد أبشير لكان، هذا الأصول. وينك؟ على من مهلك بتفليني بيت كفاية. ما رح بيعه غير لحتى يجيني السعر المناسب فيه. لعيونك حكيم، إن شاء الله بصير كل خير. شو عقيل؟ قلتك شافنا ولا ما شافنا؟ انت شو رأيك أبا بشير؟ أنا برأيي شافنا. وين رايح هو والدلال أبو عزو؟ على بيته. من كم يوم إجا الدلال أبو ياسين ومعه أبو الحكم وأبو غالي، فاتوا على البيت قعدوا شوي وردوا طلعوا. قلتك يعني ناوي يبيع البيت عن مين؟ والله هيك الظاهر صغر. نوري ليش تأخرت؟
سيدي اخذت ابوه الولد دليته على الطبيب المسؤول واخذت التقرير منه واجيت راسا لهون سيدي. شو في سيدي؟ ولا نوري؟ نعم سيدي. انت ما قريت التقرير؟ لا سيدي. اكيد؟ اكيد سيدي. لك اطلع لبرا. حاضر سيدي. شو هادي حارة الطبع؟ مو على اساس معكم سلاح؟ التقرير بيقول تم اطلاق النار من مسدس حربي الماني، يعني مو فرنسي. لك وحياة هدول ما بيكونوا على ابو جودات بسبب ساويكم شغلتي وعملتي. رحمة الله عليك يا عربي، قتلوك يا عربي، قتلوك الغدارين، قتلوك، قتلوا عربي. يا عزمي عليك يا عربي، يا عزمي عليك، لك قتلوا يا عدم، قتلوا ولا طفل صغير او طوقف لك ما في بقلب الرحمة. والله والله ما بنرضى بدالك يا عربي الا 10 رجال من حارة الضبع. ليكو وصل العريس، وصل لكوثر الشهيد، وصل. ابو النار بيت عمتك بيسوى اكثر من 70 ليرة. شفت وعرفت انه ابو ياسين واحد ملعان. لك هلا تعرف انه ولاك رجال. بعرف ابو غالب، بعرف. شو ناوي تساوي عقيل؟ بدي بيعه لواحد من حاره الضبع بالسعر اللي قال عليه ابو عزو الدلال، 70 ورقة. وبلكي ما حدا دفع لك عقيل؟ امره ما حدا يدفع، بيتي وانا حرفي، بيعه لمين ما بدي، بس انا بكون عملت اللي علي وعرضته عليهم. كبير يا عقيل كبير. ابو غالب من بكره بتشيع بحارة الضبع انه بدي بيع بيتي، بس ما بتقول شو طالب فيه؟ ليش عقيد؟ لانه بدي اتفاهم معهم هون بحارتي. عقيد ما يدخل لي المفتاح. ما ابو الحكم او دعناكو. الله معك. الله معك عقيد، الله معك والقلب داعي لك. شلون لقيت ابو الحكم؟ ما بيسوى البيت اكثر من 30 ليره يا رجل. لك انا قلت له لابو عزه الدلال يدفع سعره مشان ما ينباع بعمره. شلون؟ لك شلون بدنا نلاقي تميره اللي ببيت عمه ابو النار؟ يا عيني عليك يا ابو غالب، وبهيك حالي بتاخر بيعه البيت لبين ما طالع تميره وبعدين ينباع بالعزه هو وياه. يلا عرفتونا امتى رح يندفن الولد اللي انقتل عنا بالحاره يا رجال؟ اكيد بكره الظهر رح يدفنوه ابو قاسين. معناتها لازم نكون كلنا بكره على صلاه الظهر بحاره الماوي. منه بنطلع بالأجر ومنه بنعزي. إيه والله عجيب، أنت عرفت إنه الثورجي الفراري ما كان لحاله؟ عرفت. الله العليم يا جماعة إنه هذا الزلمة بيعرف الحارة تبعنا شبر شبر. شو عرفه؟ لما رفيقه اللي مات كان بده يهرب من الزابوقة اللي على كتف القهوة صرخ فيه وقال له لا تفوت فيها هي سد، تعال نهرب من صال الفرن.
شوف يا ابو عجوة سيدي، رجال حارة الماوي فاتوا على حارة الضبع، يفوتوا ويفشوا خلقهم ببعضهم قد ما بيقدروا على اقل من مهلهون. انقلع من خلقتي. حاضر سيدي. شبك لك عبدو؟ شو في عقيد؟ رجال حارة الماوي هاجمين علينا. روح اجمع لي رجال حارتنا على السريع. امرك عقيد. ركض. هات يا الخنجة شريف. مثل ما فهمتي لو بتطبق السما على الارض ما بتعتبي برات البيت. شلت الليل امرك ان شاء الله دير بالك على حالك. اقري الباب. الله يستر يا رب، الله يستر. لك وينهم؟ وين القتالين الاولاد الصغار؟ وينهم؟ لك وينهم الجبنه؟ وينهم؟ خليهم يطلعوا يواجهوا العقيده بعرب. وين الرجال اللي عمكم بالحاره؟ ابعثوا لي اتخن واحد فيكم. نحن رجال الحاره ولا؟ جاي تساوي هون بعرب؟ جايين نملس رقابكم واحد واحد. عدل كلامك واحفظ لسانك ابو عرب. احسن لك هاي الرقبه ما بيشيلها الا اللي حطه ولا؟ ابو عرب استهدي بالله احسن لك. والله واللي اسمه الله ما بنطلع من هاي الحاره غير ما اخذ بتاره 10 رجال منكم. تار شو اللي بدك تاخده من حارتنا يا بضاي؟ تار الولد اللي قتلتوه يا جبنه. نحن ما قتلنا حدا. الفرنساوي كان لاحق واحد ثورجي وطلعت فشكه وقتلت الولد. بالله حاربكم هي اللي قتلته. والحارة اللي ما بتحمي زوارة أو لحرقة هي ورجالة. لهون وبس وشكلين ما بحكي. هن كلمتين، يا أما بتطلعوا من حارتنا بكرامتكم يا أما منطالعكم محملين. هات ما بيرجع لحد تعلم عليك وعلى حارتك. ما عاش اللي بده يعلم علي وعلى حارتي. ورجينا مراجلك لشو. انت جبرتني. خذ رجالك واطلع من حارتي احسن ما اكمل عليك. اطلع. ليش يروحوا لحارة الضبع؟ انا ما قلت له انه حارة الضبع ما دخلها بقتل ابن بنتي عربي. صهرك ابو عرب هو اللي قام بكره الامه وجنن اهل الحاره معه. ليش يروح؟ انا فهمته حارة الضبع ما دخلها. ابني اللي مقتول مختار. حارة الضبع ما دخلها. هيك احسن ياكلوا قتله ويرجعوا مكسورين الراس من عندهم. اعذروا مختار مشان الله اعذروا. فور الدم. فور الدم واكلوا قتلي. انا جده للولد وما حركت ساكن لاني بعرف انه حاره الضبع ما دخلها. والواجب عواض ما يقاتلوا حاره الضبع يروحوا يقاتلوا الفرنساوي. يا رب يا رب يا رب يا رب حدا يطمني على ابن عمي وابي. يا رب تسلم يا رب. سيدي منيح اللي انقضت هيك وما راح قتلها بيناتهم. لا حول ولا قوة الا بالله. بس العقيد ابو عرب مو ساكت بنوب، بنوب مو ساكت، وراح يفوت عليهم فوتي طالع الخمير والفطيم من حارتهم. ايه ما راح يطلع معه شيء. شلون يعني ما راح يطلع معه شيء؟ قصدي لازم يحسبها منيح المرة الجاي. وانت ليش ما رحت مع رجال ابو عرب على حارة الضباع؟ اخي انا ما بحب الخناية، ما بحب لا اضرب حدا ولا حدا يضربني. بعدين رحت ابو عرب على حارة الضبع كلها غلط بغلط، ليش لحتى اروح معه؟ اشهد بالله اني زعلت عليك يا ابو عرب.
زعلت عليه كتير يا رجال، وما كنت رايد اني ارفع سلاحي بوشه. بس القتلة بيستاهلوه عقيد وبدهن اكتر من هيك. لا يا بشير لا، نحن ما بدنا نزيد الاساسة. الرجال مقتول ابنه والنار شاعلة بقلبه، الله يصبروا على بلواب جاه النبي. امين يا رب. والله نحن يا ابو شهاب كمان ما حدا بيناتنا كان ناوي يجرحون، ولا بدنا تصير مشاكل بيننا وبين حارة الماوي يا اخي. يلي صار فهموه غلط، نحن ما دخلنا بقتل الولد. بس هاللي بيعتدي على حارتنا ما رح نسكت له ابدا، بدنا ندافع عن حالنا عقيد. يعني ما رح تروحوا تعزوه؟ شو رايك عم ابحاتي بنروح؟ والله يا صهري هو الواجب فوق الشيء، بس فوتة الجماعة علينا ما بتنبي انه مهيئين للصلح، ويمكن روحتنا على العزاء تأجج النار اكثر واكثر. بنأجلها كم يوم احسن، بس تهدى النفوس بحل الف حلال. معناتها سيدنا الشيخ عبد العليم بروح نيابة عنا وبيشرح لابو صياح وضعنا. انا حاضر يا اخوان، ومن هلا يا ابو شهاب. بصير يا صهري، اهالي حارة الضبع ما دخلهم بقتل عربي، ليش تروح لعندهم؟ شلون ما دخلهم؟ شلون ما دخلهم يا عمي؟ شو لهم بيقتلوا؟ ايه لهم بيقتلوا، هن اللي قتلوه، انا متاكد من هذا الشيء، ودم ابني عربي ما راح له هدر، بدي اخذ بداله 10 رجال، واولهم عقيد حارة الضبع ابو شهاب. شلون يعني شلون؟ شلون قتلوه يا صهري؟ فهمني شلون؟ ابني ما مات من رصاص البواريك الفرنساوية. لك مين قتلوه؟ ابني متصاوب بكذا طلقة، والطلقات اللي صايبته من فرد ألماني مو من بارودة فرنساوية. شو عم تحكي أنت يا صهري؟ مثل ما عم قلها، هيك قالوا لي بالمستشفى، الفرنساوي ما دخلهم بقتلوا. شلون ما دخلهم؟ يعني معقول يكون الثورجي اللي مات هو اللي قتل عربي؟ لا مو معقول الثورجي يقتل عربي، دبوا الكيب حاله قدام الدرق. ما عم بفهم عليك، فهمني. هدول رجال الطبع كانوا بدهم يساعدوا الثورجي، بس ما صابوا ولا واحد من الفرنساوية، كان الهدف ابني. ايه هن اللي قتلوه. هلا انت خارت مشتك هالحكي؟ ايه خارت مشتي، وتاري بدي اخده مالي ساكت عليه، لو بدها تروح هي الرقبة، ودم عربي بدي بداله 10 رجال من حارة الضبع، ويا دوبهم ها يا دوبهم يروا غليلي ويشفوا لي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قلت لك عايز كتب عرب اخي. حتى لو ما سكت بدنا نعذره، الرجال دمه فاير، ابنه مقتول وضايع غريمه، ما راح نأذيه. وبركي فات على حارتنا مرة تانية. إذا فات على حارتنا مرة تانية ساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إذا عملها وفات على حارتنا مرة تانية لازم ما نطالعه عايش، لا هو ولا رجعله. قضانا غالي يا أبو قاسم، يلي قتل ابنه من لحمه ودمه يا شيخ. وهو ما يفتش على اللي قتله ابنه؟ مرحبا أبو شهاب. هلين نوري. شرف معي أبو جودة، بدي إياك بالمخفر هلأ هلأ. من شان شو؟ قال هنيك بتعرف. قلت لي روح لاحق. بس الله يخليك لا تطول، أبو جودة مستعجل يشوفك. خاطرك شو بده منك كمان هذا أبو بطيخ؟ ما حلك تعرفه يعني لأبو جودة؟ بده ديباجي بس يمسكها علينا، أكيد مشان خناقتنا مع حارة الماوي. طلع الولد المقتول ابن العقيد ابو عراب. ايه والله عقيد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على الشغله. بس اكلوا اكل من حاله الضبع حشك ولبك، وصار دم بين ابو عرب وابو شهاب. ايه والله يا عقيد، ولولا الطاف الله لكان ابو عرب راح فيها. لك والله ابو عرب ماله قليل، شلون صار هيك؟ ايه والله ماله قليل عقيد، ولو مو ابو شهاب قده وقدود لكان راح بشبريه من ابو عرب متشربت المي. قلتك ابو عرب راح يسكت على الاكل اللي اكله هو ورجاله؟ شو يسكت له؟ لك انتوا لسه ما بتعرفوا ابو عرب بين رجال بضايات. اهلين يا ابو شهاب. ميت اهلي. تفضل. خير. تعرف ليش انا جبتك لعندي لهون على المقفر يا ابو شهاب؟ من شان خناقتنا مع حارة الماوي. مو مشان هيك. لكن مشان شو؟ من بعد التحقيق وتشريح جثة الولد يلي انقتل بحارتكم تبين انه ما انقتل بسلاح فرنسي. لكن شلون مات؟ انقتل بسلاح الماني يا ابو شهاب. والداخليه قايمه قاعده بدهم يعرفوا شلون دخل السلاح على حارتكم، ومطلوب مني تقرير كامل بعد تفتيش كل البيوت بالحاره
أو بدك تسلمني السلاح يلي بحارتك يا أبو شهاب. أنو سلاح اللي بدي سلمك يا أبو جودات؟ أنو سلاح؟ يلي نقتل فيه الولد. ومين قال لك إنه نحن عنا سلاح؟ هاي الحارة قدامك، روح فتش، ولما بتلاقي سلاح خده هو وصاحبه. والمعنى؟ كلام اللي تفضلت فيه ما خرط مشتي بنوم، والسلاح اللي نقتل فيه الولد سلاح فرنساوي، ونحن بالحارة ما عنا سلاح. أنا راح فتش الحارة بيت بيت يا أبو شهاب. لا تخلي لا حرفاي ولا طرفاي ما تفتش فيها. أما شيت إنه تقلي إنه نحن اللي قتلنا الولد، هي ما رح صايرك فيها بنوب أبو جودة. بس أنا عندي تقرير يا أبو شهاب. هذا التقرير كله ديباجة فرنساوية سووا لحتى يبروا حالهم من دم الولد ويرموا العرب عربين ويخلونا نتخانق مع أهل حارته. شو معناتها الحكي؟ معناته إنه هذا التقرير كله باطل بباطل، وهي الحارة قدامها. سلام. يلا يلا شرف عمي. ان شاء الله لقيت الاوراق. لكن عمي لقيتهم. شي ظريف شرف. دلال سوي لنا شاي. روح ناعن وشرب ميتهم. خد عمي خد. ليش هيك عمي؟ لأنه مو مزبوطين عمي. وشلون يعني مو مزبوطين؟ اسأل حالك. بدك تضحك علي وتقول لي إنه أبوك بصب أخواتي البنات على هالبراء هدول أعطاهم حصصهم كمان يا عديم الأمانة. أنا ما بضحك عليك عمي. روح عمي روح روح. عيب تضحك على عمك، عيب تسرع عمك اللي هو بقى أبوك هلا. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم يا قليل التربية. أنا بدي أسألك يا عمي. ما كنت بفكرك هيك بنوب. كنت بفكرك إنسان صاحب حق مثل أبوك. بس بيظهر مو أبوك اللي مربيك، أمك اللي مربيتك. شو بهمه يا أبو نصوح؟ اطلعي لبرا اطلعي. أنت ما دخلي. أنا ما دخلني؟ هذا البيت بيتي وبيت ابني، وأنت مالك شي عنا. أنا صاحب حق وغصب عنك يا عم إبراهيم. يوه الواه الواه، اللي إلك حصة صغيرة وبس. اللي نص البيت بدي آخذ حقه منك. يا أبا بعطيكي حقك برجع أنا مسكن فيه. شو عم تقول عمي؟ مثل ما سمعت بدي أخذ البيت غصبا عنك وعن أمك. أنا معي أوراق تثبت إنه هذا البيت نصه إلي. هدول شو عمي؟ هدول شو؟ هدول مزورين. لا مزبوطين يا أبو نصوح. لا مزورين. وأنت وابنك اتفقتوا علي مشان تسرقوا حصتي. أنا أبي شبعني عمي. إذا أنت شبعان بس أمك لساتها جوعانة. ما بسمح لك تحكي على أمي هيك. اطلع من بيتي، اطلع لبرا. عم تقلعيني من املاكي يا مرتخي؟ ايش شو علي؟ طالع بس وحيات هدول الا ما قلعك انت وابنك مثل ما قلعتيني هلا. ولك ايدك وما تعطيك. اطلع من بيتي يا حرامي. حرامي كمان؟ انا حرامي يا مرتخي؟ ايه حرامي وستين حرامي. ماشي اذا ما بزتك انت وابنك على الطريق ما بكون انا مسموح. طلع من عمي. طلع من عمي. وانت كمان؟ وانت كمان يا ابراهيم؟ طيب طالع طالع يا شرشيح طالع. ولك روح ايدك وما تعطيه. دربي ست ما يرد. عجبك على القصة يا امو؟ طول عمره عمك بياخذ من ابوك مصاري سرق وقنص. اخص عليك يا عمي اخص. بدك ترميني على الطريق انا وامي وحرمتي؟ شافك وحداني قال لحاله لعب عليه وشلحوا البيت مثل ما شلح ابوك ارض جوبر بالترجاي والبكي قدامه. والله اذا بتطلع روحي ما راح اتنازل عن البيت لا كله ولا نصه. ايه ابوك ما كان عم يحاكي من زمان لانه بيعرفوا بالهموطي وملعب. وانا اللي مفكر انه لي سنه طلع السند هو اللي بده ياكل لي حقي ويرميني بالحاره. الله يسامحك يا عمي ما كنت مفكرك هيك. يعني هلا تذكر انه له حق؟ بعدين ليش ما طالب ابوك من الاول وعلى حياه عينه؟ ما بعرف يا دلال ما بعرف. يا
الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا بنت المصور. أبي صار له شيء؟ لو أبوك صار له شيء لا سمح الله بتلاقيني هون. الله يخلي لي إياك يا حق. وهيك ما بتطمني يا مو وبتتركني قاعدة على نار؟ حقك على راسي أم عصام، حقك على راسي. وأخوك شلونه؟ مثل الحصان يا مو، لا تخافي عليه، ما حدا صار له شيء. ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله. يا مو بدي آكل. قولي علي، ما عاش الجوع تقبرني، عزاوي لك أكيد. شر عن قلبك. وبشو بقدر أخدمك يا سيد النصوح؟ بدي حقي يا سيدي، بعيدك بدي حقي. وشو هو حقها؟ نص البيت. نوري بده نص البيت؟ إيه سيدي، هذا ابن حقي. وعندك ما يثبت على انه نص البيت ملكك؟ نعم سيدي عندي. شرفه. شو ها؟ سيدي هي حجة البيت، لساتها باسم ابي، الله يرحمه. شي ظريف، شي ظريف يا ابن نصوح. وكم اخ لك يا ابن نصوح؟ جاوب يا ابن نصوح. أنا وأخي وعندي ست بنات، أربعة من أبي وتنتين من أمي. شو هاي مو ظابطة؟ شو يعني ستة أربعة من أبوك وتنتين من أمك؟ الأربعة منهم ماتوا، واحدة منهم تجوزت على الأردن وعندها أولاد وعايشة هي وياهم. والكبيرة، والكبيرة الله لي يورجيك يا سيدي، لا بتسمع ولا بتحكي وخرفت من زمان. يا حبيبي خرسة وطرشة وخرفانة من زمان؟ شي ظريف نوري؟ وهدول اخواتك ماتوا قبل ما يموت ابوك ولا بعده يا ابو نصوح؟ بعده يا سيدي، بعده بكتير. شو يا نوري؟ سيدي لازم نشوف الشيخ عبد العليم لحتى يعطينا الحكم الشرعي بالورثه تبع ابو نصوح. مزبوط، شغلتك معصلجه كتير يا ابو نصوح، هيك ما بيمشي الحال. عن جد لازم نشوف الشيخ عبد العليم لحتى يفصفص لنا الورثه تبعك فصفصه. يا سيدي لا بده لا شيخ ولا بده شيء، اشتغلي واضحة مثل عين الشمس. قاعدين أنا وأخي بنورة البيت. شو قلت نوري؟ يا سيدي شغلته لساعتها ما لحلة لحتى نسأل الشيخ عبد العليم. يا سيدي الشغلة ما بدها شي بنوب، تفضلوا سيدي دبروها، دبروها بمعرفتكم. شو يا نوري؟ سيدي إذا بدكم منجرب بلا الشيخ عبد العليم، وقت بدنا يا منبعت وراه منستدعي ونسأله على الحل الشرعي تبعها. قلتك إذا الأصلة جيت معنا منشوف الشيخ عبد العليم. ماشي ماشي يا ابن نصوح، تكرم عينك. ها الله يكرمك. ما في مشكلة، راح ساعدك، تعرف أنا يعني ما بقصر مع حدا. شكرا يا سيدي. سيكلتو شان. هات سيدي هات. الحقوني لشو؟ شرف سيدي. تفضل سيدي تفضل. شو يا ابراهيم؟ ليش ما عم تعطي حقه لعمك قبل الصبح من البيت؟ عيب يا ابني، ما بيجوز، هذا عمك بمقام والدك. سيدي هو ماله غير شقفة صغيرة بهالبيت، وأنا ما نكرت عليه ومستعد أعطي حقه. بس عمك عم بيقول له نص البيت، أنت شو بتقول؟ هذا الحكي ماله صحيح. خلاص ولا مغضوب؟ خلاص! عم بتكذب لي قدام الحكومة؟ سيدي هو ماله شيء غير اللي أنا قلته. شو يا ابن نصوح؟ ابن أخوك عم بيقول عنك كذاب؟ مالك غير شقفة صغيرة بالبيت؟ سيدي ورجيني شو في عنده، وإذا قال له شيء ياخذه هلا. شو يا نوري؟ شو عندك إثبات إنه عمك أخو أبوك كذاب يا إبراهيم؟ شرفه سيدي. شو ها؟ هذا إثبات إنه أبي شاري من كل عماتي حصصهم وعطيهم مصاري. شيك نوري، شوف لي هالأوراق مضبوطين.
سيدي هدول الورق مو كتير مزبوطين. شلون يعني مو كتير مزبوطين؟ يعني هاي الورقة مثلا عادية مو مثبتة بكاتب العدل. شوف يا ابراهيم، هالوراق مو قانونيين يا ابني، مو مثبتين بكاتب العدل. شلون سيدي؟ يا الله وكيلك، هدول هن الوراق اللي كانوا بصندوق ابي. وشو عرفني ما يكون ابوك عملها حيلة لحتى يحرمه لاخوه الوحيد من حصته بالبيت؟ طيب سيدي تأكدوا، تأكدوا انتو. وشلون بدنا نتأكد بقى؟ بدك ياني افتح عبور عماتك لحتى اتأكد من بصماتهم؟ سيدي الوراق كلها نظامية صدقني، حتى تصدق يعني خد في شهود عليها. ورجينا شو؟ ايوه سيدي لازم نتأكد من شو حرام مشان ما نظلم السيد ابراهيم، بكره الله بيحاسبنا. اني اخاف الله، الظلم ما بيجوز يا نوري. شو ابو جودات؟ بدنا نتأكد ان الاوراق مزبوطين ولا لا يا ابن صوح، ما بيجوز، الدنيا فيها اخره. خذ طريق يا ابني. لا سيدي. شو قالوا لك يا مو؟ شغلة كبرت كتير يا مو، وصار بدها محاكم وقضايا وأسر عدلي. ليش ابن عمي؟ لأنه ما حدا مصدق إنه أبي مبسم عماتي على بيع حصصهم ودافع لهم مصاري. لا، الأوراق مزبوطة. إيه يا مو مزبوطين، بس ناقصين. الله يرحمك يا أبي، يعني لو كان راح لعند كاتب العدل وختمهم شو كان صار؟ لك الله يصطفل في هذا عمك أبو نصوح شو بالهموطي. شو يعني مت عمي؟ بده يطالعنا من البيت؟ ليش ما عم تفهم علي يا أبو نصوح؟ يا سيدي هذا حقي. لك ابن صوح انت ما قلت لي انه في وراء اخوك مبصم عليهم اخواتك البنات قبل ما يموتوا؟ تزوير يا سيدي، كل التزوير بتزوير. انو تزوير هاد يا ابن صوح؟ تزوير وفي شهود. والله شغلتك كبيره كتير كتير مو شوي، بدها محكمه وقاضي ومحامي، بعدين احنا اكثر من هيك ما بنقدر نفيدك يا ابن صوح. يا سيدي لا تتدبر معك. ابن صوح روح على المحكمه وجيب لي حكم بملكيتك لنص البيت وتعال عندي، وساعتها راح تلاقيني عم جيب لك حقك على دوز بارا. هذا آخر كلام سيدي؟ ما عندي غير هيك يا ابن صوح. طيب راح روح على المحكمة وتجيب ورقة تثبت إنه نص البيت باسمي وأنا بخدمتك. نوري. نعم سيدي. شلون شفت لي اياه؟ سيدي شغلته علاك بعلاك وكلها نصب بنصب وما حيطلع معه شيء. بعدين الوراق اللي مع ابراهيم مزبوطه سيدي. لك شلون مزبوطه يا بني ادم؟ من الشهود سيدي. ايه لسه بيعني الشهود، بركي لان الشهود ماتوا. سيدي الشهود من اهل الحاره ولساتهم عايشين، واولهم ابو حاتم صاحب القهوه. لك يا بني ادم شغل لي مخك شوي. هذا الزلمه اللي تروحه بين ايدينا. لك محرز. مزبوط عمي ابراهيم. انا كنت شاهد لما ابوك الله يرحمه اشترى حصص اخواته، وما بصمت هون الا حتى سمعتهم عم يقولوا له مبارك 10 ب10 بعد ما قبضن حقهم. تشهد قدام المحكمه عمي ابو حاتم؟ بشهد يا عمي قدام المحكمه وقدام ربنا عز وجل على انه ابوك بريء. وانت عمي ابو مرزوق بتشهد معي؟ على شو؟ لك شو على شو؟ شو صرنا ساعه من العيد؟ انا ما دخلني عمي لا شفت ولا سمعت شيء. لك انا هذا اسم مين وبصمت مين؟ هذا اسمي وهي بصمتي، بس انا ما شفتهم لمن عطاه ولا سمعتهم لمن قالوا له سامح. شو هالحكي عمي ابو مرزوق؟ هلا هي بصمت مين؟ بصمتي عمي، وانا اذا بدي اروح على المحكمه ما راح اقول غير اللي سمعته هلا خاطره. هلا شو بدي اساوي عمي ابو حاتم؟ والله يا ابني بدك ترفع دعوه بالمحكمه مشان تثبت حقك، وانت ما حيطلع بايدك تمشيها. بدك حدا يمشي لك اياها. ومين يعني عمي ابو حاتم؟ بدك ابو كاتو يكون مرتب. حسبي الله ونعم الوكيل. وانت تطوعت بالدرك وال11 اللي اعطاك عمره بعد كام يوم. ومين قال انه ابي مقتول ومدفون بقبر جده لل11 الحصان؟ والله يلي سمعته انه اجى خبر للزعيم ابو صالح الله يرحمه، وهو يلي خبر المخفر مشان يجوا يطلعوا الجثه. وعدم المؤاخذة يعني
لقوا مع الجثة الذهبات المسروقة تبع عمك أبو إبراهيم الله يرحمه. يعني السر عند الميتين هلا لك عصام؟ شلون يعني؟ يعني ما في غير الإيداع الشري وأبو صالح وأبو إبراهيم، هن اللي بيعرفوا مين قتل أبي ومين دفنوا وقبر جده للإيداع الشري عصام. أكيد سمو أكيد. وأنت متأكد إنه ما في حدا من أهل الحارة بيعرف مين اللي قتل أبي؟ والله أنا ما بعرف شيء غير اللي قلت لك يا سمو. وأنت معتز؟ أنا شو يا سمو؟ شو؟ ما بتعرف مين اللي قتل أبي؟ ولا كمان مثل أخوك ما بتعرف شيء؟ والله أنا مثلي مثله، ما سمعت شيء وما بعرف غير اللي سمعته بالحارة. وأنت اتطوعت بالدرك والإيداع شري عطاك عمره بعد كام يوم. ومين قال إنه أبي مقتول ومدفون وقبر جده للإيداع شري لك؟ والله اللي سمعته إنه إجا خبر للزعيم أبو صالح الله يرحمه، وهو اللي خبر المخفر مشان يجوا يطلعوا الجسة. وعدم المؤاخذة يعني لقوا مع الجسة الذهبات المسروقة تبع عمك أبو إبراهيم الله يرحمه. يعني السر عند الميتين هلا لك عصام؟ شلون يعني؟ يعني ما في غير الإيداع الشري وأبو صالح وأبو إبراهيم، هن اللي بيعرفوا مين قتل أبي ومين دفنوا وقبر جده للإيداع الشري عصام. أكيد سمو أكيد. وأنت متأكد إنه ما في حدا من أهل الحارة بيعرف مين اللي قتل أبي؟ والله أنا ما بعرف شيء غير اللي قلت لك يا سمو. وأنت معتز؟ أنا شو يا سمو؟ شو؟ ما بتعرف مين اللي قتل أبي؟ ولا كمان مثل أخوك ما بتعرف شيء؟ والله أنا مثلي مثله، ما سمعت شيء وما بعرف غير اللي سمعته بالحارة. تعرف شو أبو الحكام؟ شو؟ أنا حسيت لك إنه العقيد أبو النار لساته ما نسي الضربتين اللي أكلهم بوشه بحاطة الضبع، ولا رح ينساها بحياته. لك مستقلة أنت علامتين بوشه، الناس رح تشوفهم طول عمره مزلة لألو. وأنا هيك كمان عم أقول، أنا حسيت لك لساته زعلان من العقيد أبو شهاب ليش ما وافق استأجر دكانة الحمصاني مع أنه دق على صدره وكفلني قدام رجاله. أنت وين بك توصل لك أبو غالي؟ أنا عم أقول يا ريته العقيد أبو النار يرد اعتباره بين الناس ويناوله لأبو شهاب شبطة صغيرة بوشه تكون علامة قدام كل الناس. على واه تصير، بس خلص ما عاد يتعالقوا. ومين قال لك هالحكي أبو الحكام؟ أنت ما شفته لما فتنا أنا وياه على حاطة الضبع وشاف أبو شهاب إيه ما انتكجه ولا تطلع فيه؟ يعني لساته؟ إيه لساته زعلان منه. والقتلة اللي أكلها اليوم العقيد أبو عرب من حاطة الضبع ذكرته بالقتلتين اللي أكلهم من العقيد أبو شهاب. والله مشكلة يا أبو غالب. على شو مشكلة أبو الحكام؟ لازم نلحق حالنا ونطالع طميرة من بيت عمة أبو النار قبل ما يتعالقوا من أول وجديد. إيه والله هذا الكلام مزبوط، وأنا من بكرة رح أروح أجيب أبو الطماير وأخذه لبيت عمة أبو النار. رجلي على رجلك، مو تأخذه لحالك، بعدين مفتاح البيت معي. لك خلاص، أنا وياك نص بالنص لايكلك فكري. يبعت لحمّة، يبعت لحمّة كيف مسكتني ونزلت فيني قتل، لك ما خلت وما بقيت، عض وضرب وقرص وشد شعر كمان. الله يصلحك يا فوزية، أنا قلت لك إنه أم زكي متحمطت لك على قتل حشكو لبك، أنت ما رديتي علي. والله يا فريعان خانو ما فكرت تضربني هيك. وأنت مديتي إيدك عليها ولا فوزية؟ شوفي فريعان خانو، أنا كان بقدر مد إيدي ومد رجلي كمان وقرفسة رفسة طيرة من الشباك، بس قلت لحالي يا فوزية استهدي بالرحمن، قد ما كان أم زكي بتضلها مثل أمك وكبيرة الحارة. براي عليك يا فوزية، لأنك لو رافستيها وما ادي إيدك عليها كنت طعمتك قتلي أخت اللي طعمتك ياها أم زكي، لا ويمكن أكبر. بالله شو؟ لكن فوزية أنا قد ما ساوت معي أم زكي يا دوب بهدلة وبس، الله بيشهد علي. يمينة من سيرة بيتزلزل بدني وقت بتذكريها. شو صار مع بنتك لطفية؟ اسكتي اسكتي يا فوزية، هالشهيرة ناويت لها على نقف الدين بدل ما تنساب حياتها، ولك بدي شرشحها قدام بنتها، ضرت بنتي. ليش شو ساوت معك فريال خانو؟ بهدلت بنتي قدام ضرتها. يييي بعت له قصة لسانه إلهي. أنا اللي بدي أصلها ياه، بس عم بستنى لحتى الله يعمي على قلبها وتروح لعند بنتها وساعتها بدي ورجيها نجوم الظهر وبدي خلي نهارها أسود من ليل العطاب. روحي لعندها على البيت روحي. ولك شو أنت عقلاتك عم بيخضوا لك فوزية؟ إذا رحت لعندها على البيت بيقولوا تهجمت عليها بنص بيتها، أما إذا شفتها عند بنتي ما حدا بيلومني، فهمتي هلأ يا زكية؟ هلأ بدك الصراحة، أنتي غلطتي لما رجعتي لطفية لعصام وضرتها قاعدة بالبيت. لا أنا ما غلطت، سعاد هي اللي غلطت،
لما جوزت ابنها لبنت الفران ونزلتها ضرة على بنتي. بلاش يا ابو كرام. على عيني على عيني جاي. احلى كاسه شاي لاحلى عقيد ابو شهاب. سلم الديات عبدو. ايديك يا عقيد ان شاء الله صحه وهنا. شلون شغله؟ انو شغل عقيد ولو شغلك اللي عم تشتغله برات الحاره لك عبدو؟ الحمد لله الحمد لله من الله بخير. قديش عم تاخذ بالجمعه؟ ليره ونص عقيد. مرتاح؟ الحمد لله رب العالمين، يعني ماشي الحال. شو رأيك تترك وتجي تشتغل عندي؟ وين بدي اشتغل عندك عقيد؟ بالبوايكية. بالبوايكية بس يعني عدم المؤاخذة، أنا شو بدي اشتغل هونيك؟ بتحمل حمل، بتفضي حمل، بتودي قمح للدكانجية، يعني سعرك بسعر الشغيل اللي عندي. بعدين تشتغل نفس الدوام اللي كنت تشتغله برات الحارة، من الصبح لأدان العصر، وبس تخلص ترجع لهون على الحمام لعند أخي أبو قاسم. صار عقيد صار. أنت فصل ونحن بنلبس، أنا بأمرك. لكن من عبكرة الصبح بتفز لعندي على البوايكية وجمعيتك ليرتين ونص. بأمرك أنا عقيد بأمرك. لك ربي يديمك يا حق. روح جيب أرجيلة. على راسي. لك أحلى أرجيلة لأحلى عقيد أبو شهاب. أحلى عقيد حاطط طلعت لنا لبناك عشان ما حدا يعمل لنا. هذا صار يشرف. أهلا وسهلا بالمهلسة بخاطر. مساء الخير عمي. أهلين مساء الخيرات. أهلا أهلا يا أبي شرف تفضل. يا أبي رح تضل منزع عنا ليصير يوم عرسه يعني؟ سمعنا خاطر سمعنا، إلا لأختك تسوي له فنجان قهوة. يلا تحرك شرية. نعم أبي. بسرعة روحي ساوي قهوة لا لخطيبك. الحمد لله يا مشبعت. ان شاء الله هنا وعوافي يا ماما. على قلبك يا ماما. يا ماما افتكار الله يرضى عليك انه وليني دمعت مي. على عيني يا ماما. هنا يا ماما. الحمد لله على قلبك يا ماما. افتكار. نعم يا ماما. سامحيني يا ماما. ما رح أقدر أحضر عرسك ولا رح أقدر أقوم بواجبك. يا مو خلينا نأجل العرس لحتى تطيبي الله يوفقك. إيه يا مو أنا مع أختي خلينا نأجل العرس. لا يا مو لا ما بيصير نأجله. الله يوفقك يا مو. يا بنتي أنا شغلتي مطولة كتير لحتى طيب من الكسر تبعنا. معلش يا مو معلش أنا ماني مستعجلة. لا يا بنتي لا بتحماكي بدنياكي بسرعة، والمدة اللي عطونا ياها قربت تخلص، كلها كم يوم وبتكوني عندهم. ما يكن لك فكر، أنا رح أخلي أم زكي وسعاد خانو يقوموا بواجبك ناحية بيت حماكي. يا مو الله يرضى عليك يسمع الكلمة وعمل حسابك. إن شاء الله الخميس الجاي عرسك يا مو. طيب مين بده يخدمك يا مو؟ شو بنا افتكار؟ أنا مين يعني؟ الله يرضى عليكم إلهي يستركم عند رجالكم. أيوة أيوة جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هون بيت أبو سليم الحلاق؟ أنا أبو سليم أخي مري. انت حاطط خبر عند ابو منصور عم تدور على شغل؟ ايه مزبوط. تقبل تشتغل معي بالفعالة وبالطي؟ بالفعالة؟ قبلان اخي قبلان. لك من بكرة الصبح بكي بتمر عند ابو منصور وانا بمرق باخده. مشي. تكلنا على الله. ونعم بالله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شرف يا أبي. الله معك. وصلي على الباب. تصبحوا على خير عمي. وانت من أهلي. مع السلامة. تفضل.
شو يا بي؟ بده يضل رايح جاي يعملنا اياها زيارات؟ ياخذها لعنده ونخلص منه بقى. معلش يا بي، بدنا نتحمله لحتى ياخذها لعنده، بدها طولة بال. ايدك! لك شو بكي خيرية؟ لك انا جوزك. روح لك روح يا ابو شوها. بتعرف شو بس انت عديت؟ منين جايب العزم كله؟ روح ها لك ما عاد فيني حرق بعرف. يا برد ربك شو ذكرتي وقبضاي ربعيتها لك دخيل العيون. الله يرحمك يا بني. لك شوفي شوفي قولي على أمتي يا عمو قولي على أمتي لك والله خوفتيني شوفي والله زعلانة كتير يا عمو حاسة حالي رح أبكي على حظي المعتر ليش شو صاير؟ هذا عمو لجوزي إجا وعم بيطالب بحصته من البيت وقديش حصته؟ قال بده نص البيت يوه ليش بيطلع له نص البيت؟ لا شو يطلع له؟ بعدين عمي الله يرحمه شاري حصص إخواته البنات بس ما له مثبتهم عند كاتب العدل شو هالحكي؟ مثل ما عم قال لك وشو رح يعمل جوزك هلا؟ بده يرفع قضية يثبت ملكيته بس ماني عرفانة شو بده يصير لا تخافي يا عمو لا تخافي بإذن الله رح ينتصر الحق على الباطل إن شاء الله يا رب والله يا عمو ماني حابة اطلع من بيتي بعدين وين بدي روح انا وجوزي وحماتي باذن الله ما بتطلعي منه يا عمو رح اقوم ساوي لك كسر سفره لا يا عمو شو هاد خليكي قاعده انا بساويه من عيوني ايه تعي نساويه سوا لك انا قلت للعقيد ابو النار ليش بدك تبيعه بكره بتعتازه ما رح تزبط انه يسكن بالحاره عندهم ما رح تزبط ليش بقى ابو احمد لانه متعود يسكن بحارته بعدين بيني وبينك هو ليش موقف حقه يبيع ويحط حقه بجيبته وشغل مصاري بالتجارة بيع من هون شروه من هون المال بجر مال والأمل بجر صيباني أبو غالي مزبوط أبو أحمد مزبوط دخلك قديش طالب حقه لهالبيت ليش عندك زبون إله أبو أحمد لا بس عم بسأل سؤال يعني حرام السؤال يا سيدي الدلال قال له بيتك بيسوى 20 ليرة بس يا بلاش بس هو ما رضي يبيعه بهيك سعر طالب فيه 25 ليرة قديش 25 ليرة قديش 25 ليرة فهمنا فلاتنا أبو غالب روح اتسبب أنا اتسبب ايه شي شغلي هي ها عرفتي يا مو عرفت لك ما عرفت ووصلني شو قالت إمّا لضرتي ولك امي شو مفكره انت بعيده عنك وما بعرف شي عني يا مو انا ما حكيت مع شي ان شاء الله تكون هي اهلا وسهلا يا مو اهلا تقبري قلبي شلونك وده ان شاء الله بخير مبسوطه كثير يا الف الحمد لله شو مين في عندك امها لضرتي بيوت روح قتل المذكوره كتران الدبان ببيت كلك امي مو من عندي يا مو من الفرشة الثانية تبع جوزي أبو بنتي الله يصلحك يا أمي قولي له لجوزك يكفى لهالفرشة يا أمي يجيب قتال الدبان ليقتل الدبانات الكبيرة زوار بيت
قومي يا ام سبع برابيك. انا ام سبع برابيك، روحي الهي العين تصيبه. قال على خشطه رائع بشتغل زبال وشاكل ورده، لكن من كتر ما انا شبقه ولبقه بتمعس البقه بطرف المعلقه. ولكن كنت كرارك ويشعل نارك ويشوفك الحكيم وما يعرف لك دواء، يا شرني يا دبقه. لك روحي الهي تاكل جنابك الفرش وحكموكي عشرة طرش وما يلاقوا لك دباره. ولك طول عمر الدبان بيهدي على ذنب الفرس، والحماره ما بدها عليق لبنت الفص على المحمره. البزاءة شافت بنتها على الخيط قالت لها تقبليني مثل اللولية بالخيط. ولك كتفو عليك وعلى بنتك. ولك كتفو عليك وعلى بنتك وعلى تخلفتها ام الاسوارة والحلقة. لا بي شلابة، قال لا بي للشوحة مرجوحة ولا ابو براس بقاف. ولك تنقلعي المرة وليه بالعيد. ولك انت اللي بتنقلعي يا شرني يا شرشوحة، هذا بيت بنتي يا خطافة رجال انت وبنتي. ولك الهي خطفك عزرائيل ويكبسك بالبرميل يا شرني، يا بنت غسلت لواعي على نهر دورة. روحي اسألي عن امك وصيتها بالحارة يلي بيأكل من بيت الجردون والصرصور والفارة. عازك وعوازك والفرعة بإنبازك على رصتك. هوا يا كلمة يا شرني. روحي تعلم النظافة من عند بياعين الإجاز. لك إلهي تعلم العصي بجنابك يا حق. والله والله مالك قاعدة بالبيت والله. صار الله يا روح البسي وعيكي لك. روح البسي وعيكي وأنا بورجيكي يا شرني يا سكوحة يا شلوحة. يا لقامتي على أخوك معتز، من يوم ما خطبت خيرية وأنا حاسسته كامد ومقهور على حاله. إيه مو نصيبه يا مو، تقبريني لا تزعلي. شلون ما بدي ازعل يا مو، شلون ما بدي ازعل، وهو كان حاطط خيرية بباله. يا مو ادعي له إن شاء الله يبعث له أحسن منه. لك هو بس يعتمد يتجوز بيوم وليلة للاقي له بنت الحلال اللي تسر قلبه وخاطره. إلهي وأنت جاهي يا حق. بإذن الله ما بتطلعي من عندي إلا على بيت لحالك. بس يا مو هلا بيزعل مني عصام. خليه يزعل، أنا بدي إياه يزعل، بكي بيتحسوس ويجيب لك بيت. طيب يا شهيرة، إذا ما بكرهك عيشتك أنت وبنتك وما بكون أنا فريال خانم إذا ما طلقت لك إياها من جوز بنتي عصام. مرحبا حكيم. أهلين عليكم. يا ميت اهلا وسهلا يا عمي ابو مرزوق. ان شاء الله قوطك صارت جاهزه. الحمد لله باذن الله، من هون لبكره بتكون جاهزه. الله يوفقك يا رب. سلام عليكم. اهلا يا عمي ابو مرزوق. سلام. طمني يا عمي، شلون هالست ام حاتم؟ جيتي بوقتك مرت عمي، الغدا جاهز. لا بدي اكل ولا بدي اتزهرم، ان شاء الله سم القاتول بجاه الحبيب محمد، يهري مصارينك يا فريال. يخرب بيتها يخرب بيتها، شو قادره وفاجره، ما حدا عم يقدر عليها ولي حدا قامته ما حدا عم يقدر عليها. ابصر شو عملت لها فريال. شبك يا مو؟ شبكي ليش عم تبكي؟ حميدة حطيت لي فليفلة بتمي. ليش حطيتي فليفلة بتم اختك ولك حميدة؟ لأنها حكيت كلمة مو حلوة يا مو. شو حكيت؟ يي 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 يا هبي، شو عليكي يا فادية على هالحكي اللي عم تحكي؟ مو عيب عليكي تحكي هيك حكي يا مو؟ ولك انتي مو بدك فليفلة؟ والله إذا بتعيديها غير خلي أبوك يحطك بأوضة الفيران ثلاث أيام. يو 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 خلص يا مو لا تزعلي، فادية شاطرة وما عاد تعيدها. تركيها خليها تتربى وتتعلم كيف تحكي حكي حلو مرة تانية. خلص يا مو كرمالي هالمرة سامحيها. طيب مشانك، ها مشانك هالمرة رح سامحها. الله يخلي لنا ياك يا رب. يلا فادية روحي بوسي إيد أمك وصالحيها. يلا سامحيني يا مو. ولك تقبريني يا مو، شو طالعه حلوه. تعي فادية حبيبتي روحي العبي مع اختك سحر. يلا حاضر. الله يحن عليكي يا حميده ويطعمك اللي ببالك الهي. الله يديمك يا مو. شلون صرتي؟ ان شاء الله احسن الحمد لله. بدك شي يا مو؟ سلامتك. بس ديري بالك على اختك ابتكار يا مو، بعد بكره عرسها وانا. لا تاكلي هم يا مو، لا تاكلي هم. ابتكار عرفانه شو بدها تساوي، وباذن الله انا ما رح اخليه ينقصها شيء. روحي ربي يرضى عليك ويوفقك ويفتح نصيبك الهي. يا هدى انا مسحتين ابن عمي. تعالي امسكي على الضلمه. امرك يا عمي. لك يا لطفية. لطفية مو هون ابن عمي.
شو؟ اجت امها واخذتها على بيتها. لك شلون بتطلع من البيت بدون ما تاخذ اذني؟ ما بعرف. طيب ما قالت لك ليش اخذتها امها؟ ما قالت، بس ما لقيتها الا رايحه على باب ساق وكانت لابسه بلايتها. لك شي حلو، والله شي حلو. الله يحلي ايامك ابن عمي. وليه؟ انت ليش ما قلتي لها ما تطلعي من البيت قبل ما تاخذي اذن ابن عمك؟ وانا شو دخلني فيها ابن عمي؟ ليش هي بتسمع مني لما احكي؟ ماشي. وين رايح ابن عمي؟ بدي روح شوف ليش انقبرت وراحت مع امها. ما بدك تتخطى معي؟ برجع. كل بعدين روح. الله يجيرني من هالنار. ليش حماتي؟ لكن انا في ريال خانم اتبهدل وتشرشح عندك بالبيت. وين شرشحي؟ اما لضرت بنتي يا بعدي. كانت عندي بالبيت؟ بس هدى ما قالت لي. الك انا شلون بتقول لك اذا اما اجت خصوصي مشان تبهدل امي وتشرشحها وتروح على بيتها؟ هلا هي هيك ساوي؟ شو يعني عم بكذب؟ لا بس يعني بدي اعرف ليش خالاتي انت وحماتي مبشير. اسالها لمرتك الثانية وهي بتقول لك اما شو ساوت فيني وبنتي. حمى هالمقوصة هالشنة الشرشوحة الشيلوحة الشاطوبي. لك ليش هيك صار؟ ليش؟ هات لا احلف لك على المصحف يا ابن عمي انه هي بلشت بتسميع الحكي لامي. وامك ما قصرت فيها واشتغل الردح بيناتهم، مو هيك ست هدى؟ لكن بدك اياها تسمع نسبه من امها للطفية في ريال وتسكت لها؟ لا، لازم تساوي معها ردادة ونواحة ونواحة وردادة وتسمعوا الجيران علينا. صدقني ابن عمي هي اللي بلشت مع امي. اخ منك ومن ام لطفية ومن امي ولك رح تجننوني انتو، رح تجننوني. شو ساوي بحالي يعني؟ شو ساوي؟ لحمة لطفية شو رماية بلا هي وامها. سيدي في هذا الدرك يسمعوا، قال بده يشوفك. مشان شو؟ ما بعرف سيدي، قال في حديث خاص بده يحكي معك بينك وبينه. خليه يفوت. حاضر سيدي. فوت سمعو. شو بدك سمعو؟ صراف نوري. حاضر سيدي. شو بدك سمعه؟ سيدي، سيدي بدي اياك تساعدني. بشو؟ سيدي بدي اعرف مين قتل ابي بالحاره. بدك تعرف مين قتل ابوك؟ نعم سيدي. قلت لي بدك تعرف مين يلي قتل ابوك. وهالشي شو بينفعك يا سمعه؟ يا سيدي انا تطوعت بالدرك مشان حاسب اللي قتل ابي يا سيدي. بدك تحاسبه. ايه بدي حاسبه، بدي حاسبه، بدي وصله لحبل المشرقة بإيدي. هدول هو اللي حرمني أنا وأخواتي الصغار منه يا سيدي. بس يا سمعه نحن لحد هلا ما عرفنا مين القاتل. بوس إيديك يا سيدي تساعدني، بوس إيديك. بس أنا شلون بدي ساعدك يا سمعه؟ اتركني الحياة بالحارة على كيفي يا سيدي. بدي اسأل كل واحد بالحارة كيف وليش ومين قتل أبي. هذا مو شغلك. بوس إيديك يا سيدي تسمح لي. قلبي نار، قلبي نار حتى أعرف مين اللي قتل أبي يا سيدي. ماشي يا سمعه، بس اتركني فكر شلون بدي ساعدك. يعني رح تسمح لي سيدي؟ رح اسمح لك يا سمعه، بس بشرط ما بتتصرف شي من دون إذني. وأنا بقول لك وين تروح ومين تسأل. فهمت يا سمعو؟ فهمت سيدي. سمعو انصراف. احترامي سيدي.
سيد عصام. علي علي. احسنت. مرحبا برود. ميت اهلا وسهلا سيد ادهم زارتنا البركة. شرك شرك. سعيد نطع القهوة اخي، جبنا كاستين شاي عصرية. الله يرضى عليك. شفت شو صار يا رياض؟ شفت، وما كان لها لزوم فوتت ابو عرب على حارة الضبع بهالطريقة. ما قدرنا نمنعه، ابو عرب مفجوع بابنه الوحيد، يعني شو بدك هي يساوي؟ يفوت على الحارة يا قاتل يا مقتول. شو دخل شباب الحارة جاي هو ورجاله عم يقاتلوا؟ معك حق، هو متسرع بياخذ قراراته. غلط، فوتته على الحارة غلط. من حق شباب الحارة يدافعوا عن حارتهم وعن انفسهم. يا رجل فايتين فوتي تقول عدوين مو هيك. بعدين تعال اقول لك شغله، المراجل عمرها ما صارت على اهل المراجل، المراجل بتصير على عدوين وبس. الله وكيلك صاير كتله نار، ما عاد استوعب. اش كان مشان ابنه معه حق، بس شو دخل الحارة يفوت عليها ويقاتلها؟ المشكله بالمستشفى قايلين ما دخل الفرنساوي بقتل الولد، وتعمين حارة الضبع بقتله. شلون ما دخلهم يا سيد ادهم؟ لكن مين قوص على الولد؟ يعني ما بتعرف، دائما بيبروا ساحة الفرنساوي ويحطوها بظهر ابن البلد مشان نعلق بنات بعضنا. الخلاصة، تقرير المستشفى عم بيقول رصاصات اللي قتل فيهم الولد ما لهم رصاصات فرنسية. لكن رصاصات شو؟ قال رصاصات من فرد ألماني، وأبو عرب مصدق كل كلمة بالتقرير، هو وكل رجال الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلا رجعنا لمشاكلك أنت وحريمك لك عصام. شو قصدك معتز؟ يا اخي انا شو دخلني بمشاكلك؟ انا شو دخلني لتوجع لي راسي؟ مشاكلك روح حلها لحالك. ليه؟ على هذا اللي طلع معه؟ لك يا حبيبي يا عصام، مشاكلك انت لازم تحلها لحالك، ما بيجوز تطلع برات بيتك. روح اخي، روح لعند امك بركي هي بتحل لك مشكلتك. بوران بوران، شو هذا ابن عمي؟ ليشك اواعيك موسخه؟ من شو يعني؟ من الشغل. أنا شغل هذا اللي جايني كلياتك ترابطين؟ عم بشتغل بالفاعل. عم تشتغل بالفاعل؟ ايه، عم بشتغل مع أحسن معلم طيان. هلأ رجعت المصاري اللي جبت لك ياهن من عند أمي مشان تروح تشتغل بالفاعل؟ بشتغل بسياقات ولا بنزل لحدا. هلأ مصاري أمي صاروا زل؟ الله يسامحك، ليش أمي قالت لك شي بدها ياهن؟ أمك ما دخلها. لكن مين اللي دخله؟ خالك أبو قاسم. خالي أبو قاسم؟ شو دخلوا خالي أبو قاسم؟ خالك أبو قاسم شافني بالحارة وبهدلني ليش بعتك لعند أمك مشان تديني لي مصاري، مشان هيك عطيتك المصاري خليتك ترجعين لأمك. يبعت لي حمى، ليش ما قلت لي هالحكي؟ هلأ مش الحال، وأنا رح ضل عم بشتغل لحتى جمع حق عدة جدا من تعبي وعرق جبيني. بوران برضاي عليكي، ها كل شي عم بيصير معنا بضل بيناتنا وما بيطلع لبرا بنوبها. بس أمي لازم تعرف باللي صار. لا ما في داعي، ما في داعي تقلي لبنوب، خالك أبو قاسم معه حق، ما بده أن يتعود على الدين. أنا خلص رأي أعتمد على حالي، رح أشتغل أي شغلة حتى أكفي بيتي. قومي هلأ، قومي قومي سخينة مي بتتغسل. حاضر. الله يسامحك يا خالي، شو بتسود الوش. مرحبا رود. أهلين وسهلين عمي أبو حاتم. حياك الله. حياك. دخلك بدي أسألك شري، شو صوت هذا الشاب اللي كان عندك؟ هذا من حارة الماوي عمي أبو حاتم. عارف انه من حارة الماوي، بس شو جاي يعمل عندك؟ هذا يا سيدي، ما انت جاي عم يقول لي شو عم يصير عندهم بالحارة وكيف انه معارض على فوتة ابو عرب على حارتكم من اساسها. ايوه، وشو بيشتغل بلا زغراء؟ محامي وعم يدرس بالمعهد. بس شو اخلاق وشو ترباية عمي ابو حاتم، بيعجبك كتير. ايوه السبعة نعم. وحضرتك منين تعرفه؟ هذا يا سيدي ما انت، انا كان دكانتي بطرف حارة الماوي، وبيوم من الايام بالصدفه مرق لياخذ شوية نحاس لوالدته. قام سبحان الله، انا حبيته وهو حبني، ومن يومتها نحن صحبه. ايوه، وشو كان عم يحكي لك عن حارته؟ ابو عرب ماله ساكت، والمختار طايق قلبه على موتة ابن بنته عربي، مشان هيك عم يتهموكم انه انتم اللي قتلتوه وعم يحملوكم دمه. اها، وهيك قال لها؟ ايه نعم عمي ابو حاتم، بقديروا بالكم منه، هذا ابو عرب اهواج وماله سهل، وحارته بتعمل له الف حساب. والله هلكتني ووجعت لي راسي مع لطفية تبعك يا عصام. حليها يا مو، بوس ايدك حليها. روح يا مو روح، هلا بشوف لي شي دوباره مع حماتك في ريال. كشفي امزكي كشفي. راح عصام. شو بو ابنك عصام؟ لطفية حردانة عند امها. هيك حردانة لحالها بلا سبب؟
لا اجت امها تعلقت مع شهيره واخذتها وراحت. يو يبليها بحمها هالفريال، شلون بتدور على المشاكل دوارة ما بعرف. هلا بروح انا وياكي لعندها، بدي اشوف شو اخرة القصه معها. ايه شو عليه؟ شو عليه؟ بروح. بس شوفي هالفريال ما رح تبطل عن فصولها الا لتاكل مني قتله مثل اللي اكلتها فوزيه. هن جربوا يفوتوا علينا مره ثانيه. انا رفت بحالته لابو عرب لانه ابنه ميت. بس لما يخلص العزاء ما عاد له عذر عنا، لا هو ولا اللي بشد على ايده. معناته نحن لازم نبعت حدا من عنا لعند ابو سياح مشان يفهموا شلون القصه صارت. هلا ما فينا نقاتب ولا حركه. الناس دمهم فاير والنار شاعله بقلوبهم. بكره بس تهدى الاحوال والروح نبعت لعندهم مين يفهمهم شو صار. ماشي صاري. انا رايح على القهوه هلا، بدك شيء؟ سلامة قلبك عمي، الله معك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صاري نسيت لك صاري. خير عمي. ابو النار ناوي يبيع بيت عمته اللي عندنا بالحاره وطالب فيه 25 ليره. ودخلك البيت بيسوى هالقد؟ هو ما بيسوى اكثر من 20، بس ما بيسايل اذا دفعنا 5 زياده وكسبنا راحت بالنا. ايه شو عليه؟ بس مين ناوي يشتريه؟ عم فكر اخذه انا وابو خاطر. يقولوا والله ما بده وقفه بنو. خلاص اليوم عشيه لكان بمرق على ابو خاطر ومتفق انا وياه. سلام عليكم. مهون يا عمي مهوني. شوفي سعاد خانم ولا تزعلي مني، انا بنتي ما برجعها الا على بيت لحالها وغير هيك ما عندي. بس انا هيك زعلت منك كثير يا فريال. لك شلون بتروحي بتاخدي بنتك من بيتها وجوزها ما بيكون موجود؟ امزكي انت لا تتداخلي، انا عم بحكي مع سعاد خانم. اي بليكي بدي اقصر بهالوش. يا فريال يا فريال، نحن هلا ما عندنا امكانيه نشتري بيت للطفية لحالها. قومي قومي لمسيها وخليها ترجع لبيت جوزها. قومي تضربي بهالراس المتيس. عم قلك لا تتدخلي امزكي وخليني اتفاهم مع سعاد خانو. ان شاء الله بيتدخل فيكي الحكيم وما بيعرف لك دواء يا حق. ايه يا فريال، البيت اللي ساكن فيه عصام هلا ماشي حاله وبكفيهم. انا بكفيهم يا سعاد خانو، وانت ست العارفين هن كلهم ثلاث اوض صغار وارض ديار. وبعدين غير هيك بنتي ما انا مرتاحه مع ضرتها، لا وفوق الموت عصت قبر. يا من تراها شهيره خانو رايحه جايه لعند بنتها، إيه بنتي عم تتزحن كثير منها. وهلا شو يا فريال؟ بدي بيت لبنتي. يا اما ضرتها تطلع من بيت بنتي. ايوه وين بدها تروح الثانيه يا مو؟ خديها لعندك سعاد خانو. يعني بدك الولد يتشنطط؟ وليش لا يتشنطط تقبريني؟ مطرح ما نسى كم بيتي وهني بيت ابوه الله يرحمه يا سعاد خانو. مو عيب يا حمدي، مو عيب اسكت على دم ابني. دم ابني ما له رخيص لحتى اترك لهم اياه هيك روح ببلاش. هلا صارت دم اثنين، دم ابني وتاري من العقيد وحاره الضبع كلياتها. يا عيني عليك يا عقيد، يا عيني عليك، نحن كلنا معك، انت بس اشر بايدك بتلاقينا كلنا حواليك. كفو يا حمدي كفو. وكل كم يوم وبتسمع عن واحد نسوانهم معبي حارته. وحياتك يا حمدي وحياة شواربك اللي ناتوا عن بوشك. اذا ما بيتم اولادهم وبرمل نسوانهم ما بكون انا بعرف. ايه بس هالمره لازم نحسبها منيح يا عقيل. رجال حارتنا ما بيكفوا لهيك فوته، يعني لازم قد ما فينا نكتر رجال لحتى نفوت عليهم فوته نطالع الخمير والفطير ونحرق الاخضر واليابس بحارته. وهيك رح يصير لك حمدي. أنا المرة الماضية فت عليهم بالخنجر، بس هالمرة ما رح فوت عليهم غير برصاص. شلون عقيل؟ برصاص؟ مثل ما أنا عم أقول لك، بدي رصاص، بدي فرودة، بدي سلح كل رجالي، كل واحد بدي إياه يحمل فرد على خصره. ليش أنت لهلا ما معك فرد تحمله عقيل؟ مبلا كان معي فرد، بس كبيته لما لحقتني دورية الدرك على طريق طاحونة شنام بالنهار. وهلا منين ما كان بدي جيب غيره. مزبوط، أنت لازم يكون معك فرد يا عقيل. تقدر تدبر لي فردك حمدي وقد ما كان بدفع حقه؟ انا ادبر لك؟ هذا سلاح منين تدبر لك؟ شوف حدا من عندكم مسترايا وخده منه وانا بعطيك حقه قد ما كان. والله بدي اشوف، بدي اسال. ايه اسال اسال حدا من معارفك، شو بتقدر تدبر فروده باخذ؟ بدي سلح كم شب قبضاي من الحاره يكونوا بيضربوا رصاص على الصايب، على القرن القاتله، بقلبه وبراسه لعقيد حاره الضبع. ايه هيك لازم يصير. وانت ما معك سلاح لك حمدي؟ انا منين بدي اجيني سلاح انا؟ ليش معي حقه لحتى اشتريه؟ ايوه
ليش السرايا ما بتعطيك سلاح لحتى تحمي نفسك فيه؟ عقيد انا موظف صغير بالسرايا، ما بيسالوا علي اذا متت ولا عشت، بس الموظفين الكبار كلهم معهم سلاح. حمدي معيتك، بدك تدبر لي سلاح الي ولرجالي. خلص ولا يهمك، لا تاكل هم، رح ادبر لك، بس استنى علي يومين وبرد عليك خبر. قال بدها بيت لبنتها لحالها، وراكبه راسها ما بتسكنها الا لحالها. يعني شو حلتها هلا يا مو؟ خليني افكر بالمصيبه اللي جبناها لعنا. الله يرحم ابوك، بده يناسب الريال بنت اخوه للزعيم، شوف شو عم يطلع منها. الله يرحمك يا ابو عصام، الله يرحمك، ما كنت بتعرفها على حقيقتها. روح يا مو روح، باذن الله شغلتك محلوله. كيف يا مو؟ تركني فكر يا مو على مهلي، تركني فكر. الله معك. امريكا خاطري. الله معك، مع السلامه. بدي افهم شو حب ابو فيها. اي والله هدى احسن منها بألف مره، بس اللي قال الحب اعمى ما كذب. كل الحق على امك يا هدى. وبيصير حق على امي ابن عمي. شافت حماتي في ريال عنا بالبيت تعصر الشر وتروح على بيتها. بدك ياني قلع امي من بيتي يا عصام؟ لك ما تقلعيها تقلعيها، بس والله انا راسي صار يوجعني من امك وابن لطفيه. الحمى لطفيه تاعت اللي رجعتها يبعت لها 60 حمى بنافوخه. لسه ما لحقت فوت لعند بنتي استلمتني بتسميع الكلام والمسبه. بعرفها بعرفها، لا تحكي لي عنها، بعرفها انه لسانها طويل. اي بعت له قصه لسانها يا حق الهي. شو بدي اعمل معها لك ام زكي؟ شو بدي اعمل؟ لك ما بحبها، والله مو بايدي ما بحبها. تفضلي خالي ام زكي. الله يزيد فضلك، يسلموا هالايدين. تفضلي ما تعملي. يسلموا جميله. يا شبه هي قلبي خلقتها؟ ما بيهون عليها حدا يحكي على لطفية، قال بتحبها يا بعدي. يا خزيت العين، هلأ صارت تحبها. مهم هلأ أمزكي، بدي اياكي تكشفي على جميلة، لهلأ ما شفنا عليها عين ضو. لا لا شهيرة، أنا ما بقدر أفحصها بنوب. يا ليش يا أمزكي؟ إما بتزعل مني إذا دقرتها. يعني بدي خلي ابني بدون أولاد يا أمزكي؟ لا يو، شو تتركيه بدون اولاد؟ بكره خديها وروحي لعند امها خليها تفحصها، واذا ما طلع معها شيء انا بعيوني التنتين بفحص لك اياها، لك تكرم عينك وعين بنتي وعين جميله. فوتوا بالضماير يلا. عرف لك ابو غريب، الله رحمنا انه ما حدا سالنا وين رايحين وين جايين. انا اخترت لك الوقت اللي بيكونوا كل الناس عم يصلوا فيه بالجامع. يا سلام عليك يا ابو غريب. طمني طمني يا ابو الطمان. امحى امحى يا ابو غريب امحى. يعني في طميرين؟ في في وكبيره كمان. يا بنتي خلاص لك بعد عني، لك من ايمتى ما هذيك تغسل؟ والله بس من 15 يوم. يلا بسم الله افتحي. يسلموا ايديك ابن عمي. ان شاء الله الف هنا يا رب. على قلبك ابن عمي. فوتي يا ابي فوتي. نعم يا ابي. ادي يا ابي عرسك. بدي اقول لك كلمتين يا ابي. بدي اياكي تحفظي يوم مثل اسمك. انتي رايحة لبيت غريب عنك، بدي اياكي تورجيهم احسن ما عندك وتتعلمي منهم احسن ما عندهم. بما انك رح تصيري بنتهم بدي اياكي تحبيهم مثل ما بتحبينا. ولا تنسي انه هذا البيت بضل بيتك ومكانك فيه محفوظ، بس بتمنى ما ترجعي له الا زيارة. عم تفهمي يا بي؟ يعني إيش كان مشاني يا مو أنا لا تاكلي همي؟
أنا بعرف إنك عم تتعبي كثير بالبيت، البيت كبير وبده خدمة. وأنا ما بيهون علي كل يوم والتاني إخواتي البنات يخفقوا لعند منك تاركين جوازهم مشان يساعدوكي، لا والله ما بيهون علي. يعني حاسس فيني يا أبو؟ معلوم حاسس فيكي وقلبي عم يتقطع عليكي. ولو فيني أنا أخدمك عواضم منهم لكنت خدمتك، بس ما بعرف. أنت خدمني بشغلة واحدة بس. وافق تتجوز. بكير يا أمو بكير. بس أنا عندي حل بيرضيكي. شو هو يا أمو؟